إذاعة دولة الكويت. أخبار جهينة. عند جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ لماذا تتصور المرأة دوما أنها بدينة وبوزن زائد؟ مهما كانت نحيفة أو رشيقة، فإنها تتصرف أو تشعر كما لو كانت تحت وطأة كابوس يقول لها إنها بدينة. هذه مشكلة أعتقد أنها تتعلق بميل المرأة وغريزتها في موضوع الجمال. قبل عقود من الزمن يا جهينة، في الأربعينات من القرن الماضي، كانت القامة الممتلئة هي رمز الجمال لدى المرأة، ولكن كل شيء يتغير حتى مقاييس الجمال. المهم الآن أن أعرف موضوع الخبر الذي تريد إطلاعي عليه، ويتعلق كما يبدو بالبدانة لدى المرأة، أليس كذلك؟ بلى يا سيدتي، الخبر من أمريكا، وأنت تعرفين ولع الأمريكيين بالأرقام والإحصاءات. قد لا ينطبق على النساء في بلادنا، ولكن يمكن اعتباره مؤشرا في الموضوع. معك حق، ها أنا مصغية لكل كلمة تقولها حول البدانة، إن في أمريكا أو في أي بلد آخر. تقول الإحصائية إن 70% من بنات حواء بين سن 17 والأربعين سنة يتصورن أنهن بدينات، وأن 85% من هذه الفئة يرين السمنة في الأرداف بشكل محدد. ألا ترى تناقضا في بعض المعلومات؟ المعروف أن المرأة الأمريكية والرجل الأمريكي أيضا يهتم كثيرا بممارسة الرياضة، النوادي الرياضية في كل حي وشارع، فكيف نوفق بين إقبال الأمريكيين على الرياضة من جهة، واعتقاد النسبة الأكبر من النساء أنهن بدينات أو سمينات؟ قلت لك يا سيدتي إن هذه النسبة من النساء يتصورن أنهن بدينات، ولم أقل إنهن بدينات فعلا. نأتي الآن إلى الناحية العلمية وإلى الدراسات التي تناقض أو تنقض تلك التصورات إلى حد كبير. بأي معنى يا جهينة؟ كيف تنقض الدراسات تصورات الناس؟ التصورات لا تقوم دوما على أساس، لأنها قد تكون نتيجة الخيال أو التخيل، ولهذا يسهل نقدها بالوسائل العلمية. والدراسات كما تقول الدكتورة كاترين باورز من سان فرانسيسكو تثبت أن 55% من اللواتي يتصورن أنهن بدينات هن ليس كذلك، إنهن يبالغن في التوهم أنهن سمينات. هذا كل ما في الأمر. وتتابع الدكتورة باورز فتقول إن ذلك لا يعني أن السمنة غير منتشرة في أمريكا، إنها منتشرة بين كل فئات الناس كبارا وصغارا. وماذا بعد؟ هل تعتقد يا جهينة أن النساء في بلادنا هن أيضا ضحية تلك التخيلات والمبالغة في تقدير أجسامهن؟ المرأة هي المرأة في الشرق أو الغرب، قد تختلف درجة أو عمق تلك الحالة في العقل الباطن للمرأة،
لكن الميل إلى المبالغة وتوهم السمنة هو واحد. هل تعرفين ما هي أسرع وسيلة لخلق استجابة عاطفية لدى الإنسان؟ لا أعتقد بوجود وسيلة واحدة لكل الناس يا جهينة. كل فرد يخضع لمؤثرات مختلفة. نقول في الكلام الدارج إن فلانا تأسره الكلمة الحلوة، وإن فلانا يفقد عقله أمام امرأة جميلة، وإن علتان لا يحركه شيء في العالم سوى المال أو المنصب، وغير ذلك كثير جدا. هناك من يستجيب لدى سماعه الموسيقى أو لدى رؤيته زهرة جميلة. كل هذا الذي قلته صحيح يا سيدتي، ولكن هناك في رأي العلماء وسيلة لإثارة الاستجابة العاطفية لدى الإنسان في كل مكان وزمان. انتبهي يا سيدتي. نعم. لا أقصد بالاستجابة العاطفية فقط الناحية المتعلقة بالجنس وعلاقات الرجل والمرأة، بل قد تكون في المحبة أو الحنان أو التعاطف مع مريض أو مع طفل أو مع شخص مظلوم. حسنا، لنفترض بوجود وسيلة واحدة عالمية مشتركة، فما عساها تكون؟ أرجو أن تطلعني على كل التفاصيل المتوافرة لديك إن سمحت. الدكتور ألين هيرش هو عالم نفس وأخصائي أعصاب، يشغل منصب مدير مؤسسة بحوث الروائح وعلاج التذوق في شيكاغو، وبحكم خبرته ومنصبه يقول إن أسرع وسيلة لتحقيق الاستجابة العاطفية قد تكون عبر حاسة الشم، أي عبر الروائح والعطور. أعتقد أن هذا صحيح. شهيرات النساء عبر التاريخ منذ فجر التاريخ كن يبدين اهتماما كبيرا بالعطور ولو بشكلها البدائي. كانوا يهتمون بالعطور المستخرجة من الأعشاب البرية وغيرها. هذا ما يقوله التاريخ عن كليوباترا المصرية وعن ملكات فرنسا في العصور المتأخرة. حسنا، ما الجديد في هذا الموضوع يا ترى؟ عصب الشم المسؤول عن حاسة الشم في الإنسان متصل بجهاز ليمبيك المسمى بالعربية الجهاز الطرفي، الذي هو مركز الذاكرة والعاطفة في الدماغ، ومن هنا سرعة تأثر الدماغ بالروائح. أتذكر أننا سبق وتناولنا موضوعات عن الروائح والعطور أكثر من مرة، خاصة العطور الطبيعية المستخرجة من الأعشاب والنباتات العطرية والزهور. نعم هذا صحيح. عشبة اللاوند مثلا استعملها القدماء في مختلف بلدان آسيا علاجا لراحة الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق والخوف. وبينت الدراسات الحديثة وعلى ضوء التقدم العلمي في البحث والتشخيص والتحليل أن رائحة اللاوند تخفض سرعة ذبذبات الموجات المنطلقة من الدماغ، بينما تزيد سرعة تلك الذبذبات مع رائحة نبتة الحبق وكذلك نبتة الحصلبان. ولعلمك أيضا يا سيدتي، فإن رائحة جوزة الطيب ورائحة خشب شجر الأرز تخفض ضغط الدم المرتفع. رائحة القرفة للإثارة الجنسية، زيت البابونج وزهر البرتقال تهدئ الأعصاب بحسب الدراسات وما يقوله الدكتور ألين هيرش. الجمعية الدولية لحماية الحيوان تقول في بيان لها
إن في الصين مزارع خاصة من نوع غريب يحبس فيها الدب البري ضمن أقفاص ضيقة جدا لا تسمح له بالوقوف حتى على أرجله، بل يظل ممددا على الأرض، وهذه حالة تقصف عمر الدب من متوسط عمره الطبيعي البالغ 30 سنة إلى أقل من 10 سنين. شيء غريب يا جهينة، ولكن هل يدربون الدب هناك على القيام بحركات يؤديها في السيرك مثلا؟ كلا يا سيدتي، إنهم يربونه في تلك الأقفاص ليسحبوا من مرارته سائلا يستخدم فيما يعرف بالطب الصيني التقليدي علاجا من عدة أمراض، لكنهم اليوم يبيعون ذلك السائل لمصانع وشركات في أمريكا واليابان وكندا وبعض بلدان أوروبا، حيث يستخدم في منتجات تجميلية. هذا على الأقل ما تقول الجمعية الدولية لحماية الحيوان. وماذا تقول هذه الجمعية بالله عليك؟ أرجو أن توضح لي كيف يؤخذ السائل من مرارة الدب ليستخدم في تصنيع منتجات تجميلية؟ ما طبيعة تلك المنتجات؟ لعلها مما نستعمل في حياتنا اليومية. يقول تقرير الجمعية إن السائل الصفراوي يسحب من مرارة الدب بواسطة أنبوب وإبرة تغرز في جسمه حتى المرارة دون استخدام مخدر، وربما على أيدي أشخاص غير مدربين وغير مؤهلين. مسكين، قلت إن سائل الصفراء كان يستخدم قديما كعلاج في الطب الصيني، فهل يستعملونه كذلك حتى اليوم؟ يسحب من الدب 50 ملغراما مرتين كل يوم، والدب الواحد ينتج سنويا مقدار كيلوغرام واحد تقريبا. وتضيف الجمعية في تقريرها الذي نشر قبل أيام إن في تلك المزارع اليوم أكثر من 7000 دب، تنتج بالتالي 7000 كيلوغرام من صفراء المرارة، يصدر معظمها إلى أمريكا وكندا واليابان ثم إلى بعض بلدان أوروبا لتستعمل في تصنيع منتجات غير طبية مثل مواد التجميل والشامبو. يا الله، كيف يمكن للمرأة أن تتصور أن الشامبو الذي تستعمله يحوي مواد ومركبات كيميائية مأخوذة من مرارة الدب المسكين؟ من يعرف ماذا بعد؟ أكثر من ذلك يا سيدتي، تقول بعض المجلات العلمية التي نشرت تقرير الجمعية الدولية إن تلك الصفراء المسحوبة من مرارة الدب تدخل أيضا في صناعة النبيذ. تلك المادة الفعالة تعرف كيميائيا بالحروف الأولى من اسمها، وهي UDCA. هذه المادة يمكن إنتاجها كيميائيا في المصانع بكلفة قليلة، ولكن الصناعات الفاخرة تفضل المادة الطبيعية. هل أفهم من كلامك يا جهينة أن الجمعية الدولية لحماية الحيوان تعترض على الصناعة نفسها، أو تعترض على معاملة الدب ووضعه في أقفاص ضيقة تمنعه من الحركة؟ يبدو أن الجمعية لا تعترض على إدخال المادة الصفراء من مرارة الدب في صناعة بعض مواد التجميل والشامبو، بل تعترض على إبقاء الدب في القفص الضيق ليس أكثر. نقول إن فلانا محظوظ، وعن شخص آخر نقول إنه منحوس مثلا. نعم، ماذا نعرف من هذين التعبيرين وما موقف العلم منهما؟ هذا سؤال مطروح منذ وقت بعيد. أعتقد أن العلم لا يعترف بمحظوظ أو منحوس. العلم بارد، يحلل ولا يعترف بعواطف وانفعالات الناس. الدكتور أنتوني بيتر بونتو، معالج نفسي معروف في نيويورك،
يقول: أن يكون المرء محظوظا لا يعني أن هناك ضربة حظ، وأن ما نسميه الصدفة ليس صدفة بل نتيجة قوانين في الطبيعة لا نعرفها. وإن كانت الصدفة إيجابية أو سلبية، يجب أن نعرف أنها نتيجة حتمية لأمور أخرى لا ندركها. أتذكر أننا تناولنا أكثر من مرة خبرا عن الصدفة والحظ والنحس وما إلى ذلك. نعم، الدكتور بيترو بنتو يقول إن هناك عوامل معينة إن تواجدت ازدادت احتمالات أن يكون ذلك الشخص محظوظا بالمعنى الشائع المتبادل. وقد لا يعرف المرء شيئا عن تلك العوامل التي تؤثر وتعمل حتى دون معرفة صاحبها أو المعني بها. هل لديك معلومات مفصلة تشرح أو توضح مسألة الحظ والصدفة والنحس وغير ذلك؟ نعم، نقلا عن الدكتور بيترو بنتو الذي ينصح أن يجرب المرء دوما أشياء جديدة، يعبر طرقات جديدة، ولا يلتزم بطريق واحدة إلى بيته يسلكها بحكم العادة. إن تجربة الأشياء الجديدة تفتح الفرصة لما نسميه ضربة الحظ، ليجرب المرء اكتساب هواية جديدة. تلك الهواية سوف تضعه على احتكاك مع الآخرين. والحقيقة أنه كلما اتسعت دائرة معارفنا ازدادت فرص الحظ أمامنا. علماء النفس يا جهينة يطرحون دوما أفكارا جديدة، والغاية هي إيجاد نوع من المصالحة الداخلية بين الإنسان وذاته. ويقول الدكتور بيترو بنتو ألا يجازف المرء بأكثر مما يستطيع تحمله من خسارة، وإلا فعليه بعد ذلك أن يندب حظه ويشعر أنه منحوس دون أن يدري أنه كان السبب ولو بطريقة غير مباشرة. وهناك نصيحة أخرى يدلي بها هذا الباحث الأمريكي، وهي أن يدع المرء الآخرين يعرفون بوجوده. والمثل العربي يقول: البعيد عن العين بعيد عن القلب. التعرف على الناس وإشعار الآخرين بوجوده يزيد من الفرص الإيجابية، كما يزيد احتمالات ضربة الحظ. طبعا يا جهينة، الصفات الشخصية والمؤهلات إضافة إلى العلاقات العامة وكثرة المعارف كلها عوامل إيجابية تزيد فرص النجاح في العمل أو حتى في الحياة، لأن مثل هذه الظروف تمنح الإنسان إحساسا بالاكتفاء والراحة والسعادة كذلك. والنصيحة الأكثر أهمية التي يقدمها هذا الباحث هي أن يتحلى المرء بالتصميم وليس بالعناد، فلا يترك الصدمات تثبط من عزيمته. وعلينا جميعا ألا نصدق المثل الشائع أن الحظ يضرب الباب مرة واحدة. إن استخدمنا كلمة الحظ بدل احتمالات النجاح، فالحظ أو الفرصة تأتي في كل يوم ولكن بأقنعة جديدة مختلفة. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأمان الفقي، إخراج خليفة الجيماز.
إذاعة دولة الكويت. وعند جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ من يتابع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالعلاج الطبيعي تتكون لديه صورة أن هذا النوع من العلاج يكتسح العالم. نعم، المجلات التي تخصصت بالعلاج الطبيعي تتكاثر في كل مكان، والأخصائيون في العلاج الطبيعي باتوا يزاحمون الأطباء من حيث العدد والتخصصات. نعم يا جهينة، هذا صحيح إلى حد كبير، ولكن مع ذلك لا تزال هناك محاذير كبيرة. ألاحظ أمرا وأحب أن أعرف رأيك فيه. تفضلي يا سيدتي. حين يمرض إنسان نراه يتوجه إلى الطب التقليدي، إلى طبيبه وإلى الصيدلية في الحالات العابرة، لكنه يبدأ التوجه إلى الطب الطبيعي أو الطب البديل بعد أن يفشل علاجه التقليدي. ألا ترى معي أن الطب البديل لم يصل بعد ليكون الخيار الأول؟ قد تكونين على صواب في وجهة نظرك هذه. لسنا في وارد التحليل، بل نسعى إلى التقاط المعلومة بأي شكل تكون ومن أي مصدر تأتينا. الخبر لدي اليوم عن وجع أو تيبس المفاصل، خاصة عند عقلة الأصابع، أي مفاصل الأصابع. هذا الوجع مؤلم جدا، ويحتار الأطباء في تشخيصه كروماتيزم أو التهابات أو تكلس، وفي غالب الأحيان يفشل العلاج بالأدوية التقليدية، لأن فشل التشخيص يؤدي إلى فشل العلاج، أليس كذلك يا سيدتي؟ بلى يا جهينة، المقولة الأكيدة هي التي تقول إن التشخيص الصحيح هو نصف الطريق إلى الشفاء. معالجة تلك الحالة التي يصفها البعض أنها روماتيزم، وما هي بروماتيزم؟ يأتينا هذه المرة من الصين ومن اليابان في وقت واحد. يقول الدكتور سون هاكري إن علينا أولا أن نرى كيف أن الرياضيين، خاصة لاعبي تنس الطاولة ولاعبي الكاراتيه، هم أكثر الفئات تعرضا لتلك الحالة المرضية. المهم هو العلاج إن كان هناك من علاج. وقبل العلاج، هل تم في الصين أو اليابان تشخيص لتلك الحالة أكثر دقة من التشخيص الذي حددته المراجع الطبية التقليدية في الغرب؟ أنقل إليك ما يقال هناك يا سيدتي. الباحث المذكور يؤكد أن الناس في تلك البلدان يعالجون تيبس المفاصل بما يعرف باسم خيار البحر، وكلمة خيار توحي أنه نوع من النباتات، ولكن التسمية هنا مختلفة. بأي معنى تقول إن التسمية مختلفة؟ الخيار نبات طبعا. خيار البحر ليس نباتا كالخيار الذي نعرفه، بل هو نوع من الحيوان البحري يشبه قنفذ البحر أو الهلام. الأطباء المعنيون في الغرب تلقفوا المعلومات والمعارف الصينية واليابانية، ومنهم الدكتور دونالد جولدمان الذي يقول إنه يستخدم خيار البحر في معالجة مرضاه،
ورغم أنه لا يزال في بداية تجاربه، إلا أن النجاح الذي حققه بلغ ما بين 75% و80% خلال أسبوعين من بدء العلاج. يبقى أن نعرف حقيقة إن كان خيار البحر موجودا في بحارنا أم هو فقط في بحر الصين والبحار المجاورة. حين اكتشف الباحثون أو حين ابتكروا أشعة ليزر، قال الكثيرون إن ذلك الاكتشاف لا قيمة له ولا يمكن أن يستخدم في الحياة العامة، لا في الصحة ولا في التكنولوجيا. بل إن بعض المعنيين قال في ذلك الحين إن أشعة ليزر صحيح أنها موجودة لكن لا قيمة لها من الناحية التطبيقية. لم يكن أحد يتصور يا جهينة أن يصبح استخدام أشعة ليزر في آلاف الابتكارات أو في عشرات آلاف الابتكارات التكنولوجية، بل وإن أشعة ليزر تستخدم في أدق العمليات الجراحية إن في العين أو الدماغ، كما تستخدم في قص وثقب الفولاذ وفيما لا يحصى من الاستخدامات العلمية والطبية. ولكن قل لي بالله عليك، ما طبيعة الخبر الذي يجعلك تطيل الحديث عن أشعة ليزر، وكيف أنه استهين بها في البداية؟ لأنهم يتحدثون اليوم عن أشعة سيزر التي تلفظ بنفس نغمة ليزر، وهي ابتكار أو اكتشاف جديد ينتظر أن يفوق في شهرته وفي أوجه استخدامه كل ما نعرف عن أشعة ليزر. عظيم، لنأخذ الموضوع من البداية إن أمكن، وأنا مستعدة لسماع كل ما يتوافر لديك من المعلومات. ما هي أشعة سيزر أولا؟ وما هي التفاصيل المتعلقة بها؟ لابد أن تكون لدينا فكرة ولو تقريبية عن أشعة ليزر لكي نستعين بما نعرف في فهم الاكتشاف الجديد سيزر. صحيح، عجل إذن بما لديك على أمل أن أكون فكرة عن هذا الموضوع الذي يبدو أنه موضوع مثير من الناحية العلمية على الأقل. أشعة ليزر يا سيدتي تستخدم الضوء، أما أشعة سيزر فتستخدم موجات الصوت. هذا الابتكار تم التوصل إليه من خلال جهود فريق من الباحثين الإنجليز في جامعة نوتنغهام، وبالتعاون مع فريق من الباحثين في مركز علمي في أوكرانيا هو معهد لاشكاريف لأشباه الموصلات والفيزياء. هذه فكرة عامة، لكنني أتمنى لو أعرف المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. تتحرك الذرات أو الجزيئات في الجهاز بحيث كل ذرة تقوي بحركتها الذرة المجاورة فيصدر الصوت. هذا الابتكار الصغير يوضع ضمن شريحة إلكترونية عرضها 50 جزءا من المليون من المتر الواحد. الشريحة تكاد لا ترى بالعين المجردة. حين اكتشفوا هذه الأشعة لابد أنهم كانوا يسعون وراء أمر ما، أعني وراء هدف ما. طبعا يا سيدتي، رئيس الفريق البريطاني من جامعة نوتنغهام الدكتور أنتوني كينيث يقول حول هذا الموضوع: لا نستطيع أن نتصور من الآن أوجه استخدام أشعة سيزر، ثم يتابع فيقول: لكنني على ثقة أن أشعة سيزر هذه سوف ينتشر استخدامها بأضعاف أضعاف ما نعرف اليوم عن كل الأجهزة وأوجه استخدام أشعة ليزر في العالم.
نعرف أن الأخبار الطبية وخاصة ما يتعلق منها بمرض السرطان يمكن أن تكون مزعجة إلى حد ما، ولكن حين نعتبر الأخبار التي نتناولها وكل ما نطلع عليه من تطورات وابتكارات من ضمن التوعية الصحية التي نتوخاها تصبح الأمور أسهل، أليس كذلك؟ بلى يا جهينة، هذا صحيح. هل من جديد في موضوع السرطان؟ أتعرفين يا سيدتي أننا حين نفكر بطريقة منطقية نصل إلى كثير من الأجوبة الصحيحة التي طالما نبحث عنها؟ مثلا لماذا نعتبر سرطان الثدي أخف وأقل خطورة من سرطان الرحم مثلا، علما أن السرطان سرطان، هو خلايا خبيثة وخطرها لا مفاضلة فيه. أحب أن أسمع ذلك منك، ما دام المرض هو المرض فلماذا يكون سرطان الثدي أقل خطورة من سرطان الرحم؟ لأن سرطان الثدي يمكن تشخيصه بسرعة، إنه يظهر، أعني تظهر أعراضه بسرعة وبشكل مبكر فيمكن معالجته، ولكن أعراض سرطان الرحم تكون بطيئة ولا تظهر بسهولة أو سرعة. هذا يعني أنه يمكن أن يحدث ويتطور جدا ويستفحل قبل أن ينتبه إليه أحد. بالضبط يا سيدتي، وهذا مصدر الخطر الأكبر فيه، لأنه لو أمكن تشخيصه في مرحلة مبكرة فلن يكون أكثر خطورة من غيره من أشكال السرطان. حسنا، هذا استعراض للفارق بين سرطان الثدي وسرطان الرحم، فهل من جديد غير ما ذكرت؟ أنت قلت إنه استعراض لفارق بين الحالتين. نعم. أما الخبر فهو التالي كما يصر عليه الدكتور جيمس روبرتس من مستشفى لندن. يقول هذا الباحث المعروف إنه إذا كان يتوجب على المرأة إجراء فحص دوري للثدي مرة كل سنتين فعليها أن تجري فحص الرحم مرة كل سنة، لأنه تبين بشكل قاطع أنه إن أمكن تشخيص سرطان الرحم في مرحلة مبكرة فإن معالجته تكون أسهل وأقل خطورة. وماذا بعد من التفاصيل حول هذا الموضوع يا ترى؟ تقول آخر التقارير من إنجلترا إنه من كل 10 نساء يتم تشخيص إصابتهن بسرطان الرحم 8 تكون إصابتهن في مرحلة متقدمة وفي مرحلة الخطر، والسبب هو التأخر في التشخيص. التشخيص المبكر ضرورة خاصة لمن تجاوزت 45 من العمر، علما أن التشخيص يتم بسرعة ولا يسبب أي ضيق أو إزعاج. 5000 امرأة تصاب بسرطان الرحم سنويا في إنجلترا، وفي أمريكا عقار يباع باسم تكسول مستخرج من شجر التقصوص الصنوبري المعروف باسم الصنوبر المكسيكي. يقول بعض الخبراء إنه يزيد معدل العمر المتوقع للمصاب بحوالي 50%، فإذا توقع له أن يعيش سنتين عاش 3 سنوات كما يقول الخبراء. إذا كان الطعام شهيا والتهم المرء أكثر من حاجته أو أكثر من قدرته من الطعام فماذا يحدث يا سيدتي؟ طبعا يا جهينة، يصاب بانتفاخ في معدته أو بمغص وربما بغثيان، ولكن لما السؤال وأنت تعرف الجواب؟ من التعابير التي نسمعها ففي مثل هذا الموقف أن يقول المرء إنه يكاد ينفجر أو ينفجر، أليس كذلك؟ بلى يا جهينة، كلمة ينفجر هنا رمزية وفيها الكثير من المبالغة. ما رأيك يا سيدتي إن قلت لك إنها حدثت بالفعل
وأن انفجارا حقيقيا قد حدث في معدة أحدهم؟ ماذا تقول يا جهينة؟ الذي أتوقعه حدوث مغص لمن يأكل أكثر من حاجته، أو تقيؤ مثلا، وليس انفجارا كما تقول. سأشرح لك ما حدث بالضبط، وبعد ذلك أحكمي أنت بما تشائين. تفضل. رجل أمريكي من فيرجينيا لم يذكر اسمه الحقيقي في الخبر الذي ورد في إحدى المجلات الطبية هناك. تناول وجبة كبيرة من المأكولات المكسيكية الشهية حتى درجة البشم، وتضايق بطبيعة الحال، وهنا بدأت المشكلة. خيرا إن شاء الله. ماذا حدث؟ وأي مشكلة تعني؟ أرجو أن توضح لي موضوع الانفجار الغريب هذا. كما هو معروف في كثير من بلدان العالم لمن كان في مثل حاله، تناول جرعة من الكربونات المساعدة على الهضم. نعم. وكما تعرفين فإن الكربونات تسبب غازات في المعدة تساعد على حلحلة الطعام ليسهل هضمه، فيرتاح المرء من الألم الناجم عن حشو المعدة بالطعام. ولكن الأمر لم يحدث كذلك مع صاحبنا. وماذا حدث إذن؟ هل هو شاذ عن بقية البشر؟ أم أن الظروف كانت مختلفة؟ ما حدث له يمكن أن يحدث لأي شخص إن وضع في نفس الظروف. بعد تناول الكربونات بقليل بدأ يشعر بآلام حارقة في المعدة، نقل على أثرها إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن انفجارا حقيقيا قد حدث في المعدة، كما لو كان قد وضع فيها قدر من المتفجرات، والكلمة ليست مجازا بل حقيقة. شيء غريب، أرجو أن تطلعني على كل ما يتوافر لديك من المعلومات أو التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الغريب. في المستشفى اكتشف الأطباء حدوث انفجار حقيقي. المعدة كانت محشوة بالطعام بحيث لم يبقى متسع لأي شيء بالمرة، ولما تناول الكربونات تكونت في معدته غازات كثيرة راحت كما هو متوقع تحلحل الطعام، ولكن ضيق حجم المعدة الناجم عن وجود الطعام الذي سد فوهة المعدة تماما فلم يعد هناك متنفس، فكان الأمر الطبيعي أن يحدث الانفجار، وهذا ما حصل بالفعل. هل أفهم من كلامك يا جهينة أن انفجار معدة الرجل قد حدث بسبب كثافة الغازات؟ تماما، كما يحدث بوجود غازات مكثفة في غرفة محكمة المنافذ، إن كان الضغط كبيرا يتصدع البناء وينهار، لابد للغاز في المعدة أن يتمدد، وهذا ما حدث. لعدم وجود متسع للتمدد حدث انفجار وتمزقت المعدة. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأمان الفقي، إخراج خليفة الجيماز. إذاعة دولة الكويت.
جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ هل اسم البروفيسور إيان ويلموت رنة خاصة في أذنك يا سيدتي؟ أعني هل يثير الاسم في ذاكرتك خبرا أو حدثا ما؟ إيان ويلموت الاسم أتذكره، لكنني أحاول أن أتذكر المناسبة أو الخبر الذي اقترن باسمه. الاسم ليس غريبا عني يا جهينة. سوف أسهل عليك الأمر. إنه الباحث الذي ذاع اسمه فجأة في العالم كله مقترنا بعملية استنساخ النعجة دولي. ولا أعرف إن كنت تتذكرين اليوم تلك الضجة التي أثارها خبر الاستنساخ في حينه. طبعا يا جهينة، وهل هناك في العالم كله من ينسى خبر النعجة دولي؟ الخبر كان مثيرا من الناحية العلمية، كما كان مثيرا من الناحية الطبية والدينية والأخلاقية. تماما يا سيدتي، الاعتراضات الدينية يمكن فهمها لأسباب ليس هنا مجال الخوض فيها، ولأسباب أخلاقية أيضا، بمعنى أن عملية الخلق لا يقوم بها الإنسان كائنا من يكون ذلك الإنسان. ومع ذلك أعتقد أن النواحي الدينية تشكل الدعامة الأكبر مع أو ضد. ثم ألا ترى معي يا جهينة أن الأمر يصبح مقبولا من قبل المعترضين عليه لو استخدم المسؤولون كلمة مثل توليد أو استنسال بدل كلمة صنع أو خلق؟ كل شيء جائز. نحن لا نخوض هنا معركة مع هذا الرأي والتفسير أو مع رأي مضاد، بل أحاول أن أنقل إليك صورة أو معلومات تحدث في كل مكان من العالم تسهم إلى حد كبير في توسيع أفق تفكيرنا. المهم أن تشرح لي ما لديك بعد أن ذكرت اسم البروفيسور إيان ويلموت الذي اشتهر بعد عملية استنساخ دولي. يقول إنه لا يحبذ بل ويعترض على استنساخ البشر، لكنه يؤيد كثيرا استنساخ أو إجراء تعديل في الجينات الوراثية للجنين في بداية تكوينه وقبل أن يبلغ عدد خلاياه 100 خلية، وذلك من أجل الحصول على أطفال أصحاء خالين تماما من أي أمراض وراثية. أي أنه لا يزال مصرا على وجوب العبث بالجينات الوراثية للإنسان مع بداية تكوينه. مسألة تثير الجدل حتما. نعم، وفي كتابه الأخير المعنون ما بعد دولي يقول إنه ضد استنساخ البشر، ولكن هناك فارق بين استنساخ إنسان كامل وبين تعديل في جينات جنين لم يتكون تماما بعد، ما دامت الغاية محاربة الأمراض الوراثية وتجنيب الإنسان في مراحل متقدمة عذابات وآلام المرض. في معلومات نشرت مؤخرا في أمريكا أنه صار من النادر جدا أن تنطلق من مركز البوليس سيارة دورية دون أن يكون فيها إلى جانب السلاح وجهاز اللاسلكي والكمبيوتر لعبة الدب. دب؟ ما هي لعبة الدب هذه يا جهينة؟ هل هي لعبة جديدة بحق؟ أم هي تسمية لجهاز تستعين به الشرطة في مطاردة المجرمين؟ لماذا شطح بك الخيال إلى تفسيرات بعيدة
إنها لعبة الدب العادية التي يتلهى بها الأطفال، لعبة على شكل دب محشوة بالقش أو القطن أو الإسفنج، تتوافر في كل مكان وبمختلف الأحجام والألوان أيضا، لعبة عادية. إذا كانت هذه اللعبة العادية كما تقول، فما الذي يجعلها توجد في سيارات دوريات الشرطة الأمريكية كشيء أساسي وضروري إلى جانب السلاح وجهاز اللاسلكي؟ هنا الخبر الطريف طبعا يا سيدتي. في أواسط العام الماضي كان الضابط في شرطة المرور في منطقة قريبة من سان فرانسيسكو ويلي جاكسون حين استدعي باللاسلكي إلى حيث وقع حادث تصادم. نعم. وهناك بعد التحقيق أراد سؤال طفلة في السادسة من عمرها عما شاهدت، فلم تستطع الصغيرة أن تقول كلمة وترفس بيديها ورجليها رافضة السماح لرجل الإسعاف بمعالجتها من جروح أصابتها، كانت مضطربة وترتجف من الخوف. مسكينة. تذكر ويلي أن في سيارته لعبة دب كان قد اشتراها لابنه، أحضرها بسرعة وناولها للصغيرة التي تلهت بها فهدأت، وأمكن بالتالي إجراء الإسعافات الأولية والاستماع إليها، فكانت شهادتها مفيدة إلى حد ما. إذن كانت تلك الحادثة أساس تزويد سيارات الشرطة بلعبة الدب. الفكرة جيدة طبعا. اللافت للنظر هو استجابة رئاسة الشرطة على تعميم الفكرة وسرعة الاستجابة وتخصيص ميزانية لتغطية التكاليف. ما إن انتشر الخبر عما حدث وبعد تصريح لمسؤول في شرطة سان فرانسيسكو عن عزمها على تزويد سيارات الدوريات على الطرقات الخارجية بلعبة الدب، حتى انهالت تبرعات الشركات والمخازن بأعداد كبيرة من تلك اللعب من مختلف الأشكال والأحجام والألوان. أعتقد يا جهينة أن الفكرة جيدة وصحيحة، فكثيرا ما يتعرض الصغار عند وقوع حوادث سير لنوبات من الهلع يمكن أن تؤثر في صحتهم، ومن المرجح أنها تسبب لهم صدمة عاطفية انفعالية. مثل هذه الصدمة لا يزول أثرها بسرعة، ويقول خبراء علم النفس إنها قد تسبب للطفل عقدة نفسية تلازمه مدى الحياة، وهنا المشكلة. تعرض الطفل لمثل هذه النوبات لا ينحصر بحوادث السير وتصادم السيارات، بل يمكن أن ينجم عن مشكلات كثيرة، كأن يتعرض لاعتداء أو سوء معاملة أو يشاهد نزاعا عنيفا بين والديه. يصف الطبيب لمن يواجه مخاطر الجلطة تناول حبة إسبرين يوميا، لأن من خصائص الإسبرين تمييع الدم فيظل على درجة من السيولة التي تمنع التخثر أي الجلطة، أليس كذلك يا سيدتي؟ بلى يا جهينة، أعرف عدة أشخاص يتناول واحدهم حبة الإسبرين يوميا كي يمنع حدوث الجلطة ونوبة القلب، وألاحظ أن وصفة الأسبرين غالبا ما تكون لأشخاص أصيبوا بالجلطة ونجوا منها، إما لأنها كانت خفيفة أو لأنهم أسعفوا في الوقت المناسب. حين يجري المرء فحوصات دورية لدرجة تخثر دمه وبالتالي لاحتمالات إصابته بنوبة قلبية، يمكن أن يتجنب النوبة الأولى، فيعرف الطبيب حالة دم المريض ويرى احتمالات التخثر، فإنه يصف له الإسبرين أو أي علاج آخر قبل أن يصاب بنوبة ما. إذن الإسبرين لشخص أصيب ولم يكن قد أجريت له فحوصات الدم لمعرفة احتمالات النوبة القلبية. هذا هو السبب في الغالب يا سيدتي، ولكن الخبر الذي أريد أن أطلعك عليه
يتناول جانبا آخر من الأسبرين. كل آذان مصغية لما تقول، تفضل بكل ما لديك من المعلومات والتفاصيل إن سمحت. الأسبرين الذي يعطى لمريض القلب كوسيلة وقائية وإنقاذ يمكن أن يتحول إلى مصدر خطر قاتل. خيرا إن شاء الله. كيف يتحول الدواء إلى داء والعلاج إلى قاتل؟ تذكر المثل الشائع الذي يقول إن كل شيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. نعم، هناك من ينتحر بتناول كمية من حبوب الأسبرين. وتذكري أن سم الأفعى القاتل يستخدم في صنع أدوية كثيرة وهكذا. لا أعتقد أن من يصف له الطبيب حبة أسبرين لتمييع دمه يمكن أن يتناول 50 حبة إلا إذا أراد الانتحار. ليس هذا ما أقصد. نفترض أن الطبيب وصف لأحدهم حبة أسبرين يوميا أو حبتين، ذلك يعتمد على حالة المريض. ونفترض أيضا أن ذلك الشخص أصيب بصداع، وأول ما خطر في باله طبعا هو أن يتناول حبة أسبرين، وهنا الخطر. أتعني أن كمية أكبر مما يتحمل جسمه قد أدخلت إليه؟ بالضبط. ومن هنا يقول الباحثون والأطباء إنه لا يجوز لمن يتناول الأسبرين من أجل تمييع الدم، هذا إن كان يعاني من تخثر الدم ومخاطر الجلطة أو من الذبحة الصدرية، لا يجوز لهذا الشخص تناول أي شيء من الأسبرين إن أصيب بصداع أو وجع مهما كان. في هذه الحالة عليه أن يستشير الطبيب، وفي أسوأ الأحوال أن يتناول أي علاج آخر شرط ألا يحوي مركبات الأسبرين. سبحان الله، أولا وآخرا الدواء ينقلب إلى سم قاتل إن أسيء استعماله، ويبدو أن تناول جرعات أكبر مما يتحمل الجسم هو من سوء الاستعمال. ومرة أخرى نقول سبحان الله. تحدثنا عن الحالة التي يجب أن يتوقف عندها المرء عن ممارسة الرياضة قياسا بإحساسه بالتعب. نعم، ولكن هناك مقاييس أخرى تعتمد الآلة أو المعدات في تحديد وقت التوقف عن الرياضة. كل آذان مصغية لما تقول يا جهينة، وأرجو أن تشرح لي مضمون الخبر الذي تريد أن تقوله إن سمحت. أريد أولا أن ألفت نظرك إلى أن ممارسة الرياضة لا تخلصنا فقط من الكوليسترول، هذه كلمة عامة وغير دقيقة، وإذا أردنا الدقة نقول إن ممارسة الرياضة ترفع معدلات الكوليسترول الطيب. ولعلمك يا سيدتي، فإن مهمة الكوليسترول الطيب هي أن يجرف أمامه الكوليسترول الشرير إلى أن يوصله إلى الكبد حيث يعاد تحليله، ومن ثم التخلص منه. والآن ما مضمون الخبر الذي تريد أن تقوله؟ هل هو عن الكوليسترول أم عن ممارسة الرياضة؟ نفترض وجود شخص بدين يعاني الوزن الزائد فيبدأ ممارسة الرياضة، ولا نريد الاعتماد على تنفسه وإحساسه بالتعب واللهاث حين ينطق بصوت مسموع جملة من 5 كلمات. أنتظر سماع التفاصيل منك لأعرف حقيقة الخبر يا جهينة. لكي يتخلص الشخص السمين من وزنه الزائد دون أن يتعرض لنكسة صحية أو لسوء تغذية أو إجهاد للقلب، يجب أن يتخلص من 1000 كالوري في الأسبوع، أي أن يحرق 1000 كالوري إضافية. لو قلت لي يا جهينة أن يتخلص المرء من 1 كيلوغرام أو 0.5 كيلوغرام في الأسبوع لفهمت ما تقصد، ولكن كيف نقيس 1000 كالوري يا ترى؟ لكي نتخلص مما يعادل 1000 كالوري يجب أن نركض 15 كيلومترا، هذا ينطبق
على ما يقترحه الخبراء من ضرورة الركض 5 كيلومترات في اليوم الواحد 3 مرات أسبوعيا. لدي سؤال يا جهينة. تفضلي يا سيدتي. قلت في بداية الحديث إن رفع معدلات الكوليسترول الطيب يؤدي بالضرورة إلى خفض الكوليسترول الشرير. يمكننا طبعا أن نخفض الكوليسترول الشرير بالرياضة، ويمكن تحقيق ذلك أيضا بالتغذية المتوازنة. فهل يمكن الاستغناء بالتغذية الجيدة المتوازنة عن الرياضة؟ الخلط بين الأمرين يضر ولا ينفع. التغذية شيء والرياضة شيء آخر، لكنهما يتكاملان. مهما كانت التغذية جيدة فإنها لا تغني عن الرياضة. نحن نتحدث عن استخدام الرياضة للتخلص من الوزن الزائد، والخبراء يقولون إن احتراق 1000 كالوري أسبوعيا زيادة عن المعدلات العادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الطيب بمعدل 10%، ولكن يجب الحذر من خطر الرياضة على المصابين بأمراض أو ضعف القلب. في كل يوم نتعلم أشياء جديدة، وسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأمان الفقي، إخراج خليفة الجماز. إذاعة دولة الكويت. جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ نتيجة الإرهاق أو كثرة التحديق قد يصاب المرء برجفة في جفن العين أو عند زاوية الفم. البعض لا يهتم ويهمل ذلك، والبعض يهرع إلى الطبيب. المعلومات الطبية تقول إن تلك الرجفة هي حالة عابرة في غالب الأحيان في أكثر من 90% من الحالات، ولكن إن استمرت متواصلة أو متقطعة بين وقت وآخر فيجب مراجعة الطبيب المختص. أعتقد يا جهينة أني تعرضت لهذه الحالة أكثر من مرة في الماضي ولم أهتم، بل ونسيتها. أنت الآن تذكرني بها وتقول إنها حالة عابرة إلا في حالات قليلة حيث يجب مراجعة الطبيب. فما التفاصيل المتوافرة لديك الآن؟ المعلومات الدقيقة تقول إن الطب لا يعرف يقينا سبب حدوث تلك الرجفة في العين. إنهم يعرفون بعض الملابسات ك
كالقول إن التوتر الذي يصيب الإنسان أو الإجهاد والتعب هو السبب، ولكن من الناحية الفسيولوجية لا أحد يعرف على وجه اليقين. العلم لا يتوقف عند كلمة لا نعرف، والعلماء لا يكفون عن البحث أمام مشكلة مجهولة الأسباب. صحيح، في المرحلة الحالية يتوزع الأطباء والباحثون بين نظريتين. الأولى تربط تلك الرجفة في جفن العين بالحالة النفسية والعاطفية أو الذهنية لكثرة التحديق أو كثرة التفكير. إذا كان هذا محور النظرية الأولى، فما ركيزة النظرية الثانية التي يوليها العلماء اهتماما يا ترى؟ النظرية الثانية تشير إلى حدوث تورم والتهاب في عصب معين في الوجه نتيجة الضغط الحاصل عليه، أو ربما لنقص في بعض عناصر ومكونات الدم الأساسية، ويصعب التنبؤ بحدوث هذه الحالة كما يؤكد العلماء والأطباء. أليس غريبا أن يتمكن العلم والطب خاصة من التنبؤ باحتمال إصابة إنسان ما بالسرطان مثلا، أو بنوبة القلب، أو بمرض الإيدز، أو بتلف خلايا الدماغ، ولا يمكن التنبؤ باحتمال حدوث الرجفة في جفن العين؟ أنقل إليك يا سيدتي ما يقوله الباحثون والأطباء وهم أدرى بطبيعة الحال. يقولون إن رجفة جفن العين قد يرافقها ألم خلف الأذن لجهة الإصابة، وينصح الأطباء المصاب بعدم التعرض للبرد خشية تفاقم الحالة، ولكن يجب الاستعانة بتصوير الرنين المغناطيسي ليتأكد الطبيب من عدم وجود أسباب أخرى وإصابات مرضية غيرها. أعرف صديقة لي يا جهينة أصيبت برجفة جفن العين وعولجت بحقنة البوتوكس حول عينها. هذا نوع من العلاج، ولكن ما يطمئن يا سيدتي أن الرجفة غير خطيرة ولا يمكن أن تتطور إلى شلل كما قد يتخيل المصاب. إنها حالة مزعجة فقط وليست حالة خطيرة. حين يصاب امرؤ بمغص في بطنه يحاول أن يتذكر ما تناول من طعام، وقد يربط هذه الإصابة بالقول إنه تعرض للبرد مثلا، أي أنه يحاول الربط بين سبب ونتيجة. أليس كذلك يا سيدتي؟ بلى يا جهينة هذا صحيح، ولكن ليس الكل يفعل ذلك. ثم محاولة الربط بين السبب والنتيجة يجب أن تكون في كل الحالات وفي كل الأوقات. لماذا غضبت صديقتي مني؟ هذا الموقف هو نتيجة لسبب، ويمكن البحث عن السبب أو الأسباب. لماذا انكسرت رجل فلان؟ هذه نتيجة، والسبب أنه تزحلق فوق قشرة موز مثلا، أو داس على حجر غير ثابت. التحليل هو عملية محاسبة للذات، وهذه صفة حميدة بطبيعة الحال. نعم. والآن أطلعك على الخبر الجديد. تفضل. الكل يلاحظ ازدياد حالات الطلاق، ليس عندنا فقط بل وفي كل بلدان العالم. هذا نتيجة لسبب أو أسباب. هذا صحيح. فهل نبحث عن السبب؟ أعني سبب ارتفاع معدلات الطلاق التي فاقت 50% في عدة بلدان أوروبية وأمريكية؟ يقال إنها أنماط الحياة العصرية وتغير مفاهيم المجتمعات. أنت يا سيدتي تقولين يقال إنها أنماط الحياة العصرية، ولكن العلماء يقولون إن السبب الأكبر والأساسي في ارتفاع معدلات الطلاق في العالم هو التوتر، خاصة في مكان العمل، إن لرجل أو لامرأة.
الرأي السائد هو أن التوتر يسبب الأمراض البدنية والنفسية، لكنك تذهب إلى أعمق التفاصيل فتقول إن التوتر يسبب الطلاق. فما هي المعلومات أو التفاصيل المتوفرة لديك حول هذا الموضوع إن سمحت؟ مجلة آم سامستغ الألمانية تقول في أحد أعدادها الأخيرة إن الدراسات النفسية والاجتماعية وإن كل الإحصاءات والدراسات المقارنة تبين بوضوح أن التوتر في مكان العمل ونقل ذلك التوتر إلى البيت هو ما يفسد الحياة الزوجية في الدرجة الأولى. وتقول المجلة على لسان الدكتورة جيرترود هانكا: صحيح أن هناك أسبابا أخرى كثيرة تفسد العلاقة الزوجية، مثل الكذب والخيانة الزوجية وتباين الآراء والمواقف والأوضاع المالية وغيرها، وتسبب الطلاق، لكن نسبة الطلاق الناجم عنها أقل من نسبة الطلاق الناجم عن التوتر في مكان العمل. أعتقد أن هذا صحيح. زوج يتضايق من زميله في العمل أو من رئيسه أو لأنه لم يحصل على ترقية مثلا، يتكدر وينعكس ذلك على عائلته وعلى زوجته، ويبدأ مسلسل الخلافات مع انعدام الرضا الداخلي والاستقرار الذهني. علماء النفس والاجتماع يحاولون اليوم كما تقول المجلة الألمانية وضع حلول واقتراحات للحد من التوتر في مكان العمل، ولإرشاد الزوجين كيفية عدم نقل ذلك التوتر إلى البيت، مثل تعليم الزوج والزوجة، التحكم بردة فعلهما تجاه المشاكل والمنغصات وكل ما يسبب التوتر، إن في مكان العمل أو في التعامل مع الشريك. النصائح والإرشادات في هذا المجال كثيرة، أليس كذلك يا جهينة؟ بلى يا سيدتي، وهناك إرشادات تعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين ونقيم علاقات ودية كي نحصل على الرضا الداخلي. ماذا لديك بعد من الأخبار العلمية أو الطريفة لهذا اليوم يا جهينة؟ أحب أن أعود إلى موضوع الفيتامينات، لأن المعلومات المتوافرة كثيرة وضرورية من حيث التوعية الصحية. تفضل يا جهينة، أنا مستعدة لسماع كل ما يتوافر لديك من تفاصيل وفي أي موضوع، المهم هو المعرفة والاطلاع. الدكتور ميرون فونيك يقول إنه يتلقى أسئلة كثيرة عن الفارق بين الفيتامينات الطبيعية والاصطناعية، ويؤكد ألا فرق إطلاقا من الناحية الصحية، ففيتامين سي المستخرج من مصادر طبيعية مثل الورد البري لا يختلف في التركيب والفعالية إطلاقا عن فيتامين سي المصنوع في المختبرات. لحظة من فضلك، تقول إن هذا الفيتامين مصنوع من الورد البري؟ كيف؟ يبدو أنك لا تعرفين أن الورد البري كان أول وأهم مصدر لصنع فيتامين سي قبل التوصل لتركيبه الكيميائي في المختبرات والمصانع. نعم، ولا يزال حتى الآن في بعض أسواق العالم فيتامين سي المصنوع من الورد البري، ويحاط بهالة من الدعاية إنه فيتامين طبيعي رغم ثبوت ألا فارق بين الاثنين. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا التمييز بين الاثنين يا ترى؟ لأن المسألة نفسية. البعض يرتاح حين يقال له إن هذا الفيتامين من مصادر طبيعية، حتى ولو كان يعرف يقينا ألا فرق بين الاثنين من الناحية الصحية. ولكن هناك نقطة يصر الدكتور فونيك عليها، وهي أنه رغم قوله بعدم وجود فارق، إلا أنه
ينصح بأهمية تناول الفيتامينات من مصادر طبيعية بدل تناولها كحبوب ومقويات، أي أن يتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات حتى لا يحتاج لتناول الحبوب. ما هي وجهة نظره في هذا الشأن إن سمحت؟ لابد أن يكون لديه تفسير لذلك. هو يرى أن الأطعمة الغنية بالفيتامينات غنية أيضا بمركبات غذائية أخرى ولو بكميات ضئيلة جدا، إلا أنها ضرورية للجسم. فحين يتناول المرء غذاء غنيا بفيتامين دال مثلا، يمكن أن يكون في ذلك الطعام مركبات الزنك أو غيرها. لهذا فالبحث عن مصادر الفيتامينات أفضل من أن نأكل فقط ما نحب ثم نعوض عن نقص الفيتامينات بالحبوب وغيرها. هل صحيح أن نقص الفيتامينات يؤثر في الأداء العقلي للإنسان؟ الدكتور فونيك يتناول هذه النقطة بالذات ويرد بالإيجاب قائلا إن نقص بعض الفيتامينات يضعف الأداء العقلي، ولكن تناول جرعات وكميات زائدة من تلك الفيتامينات لا يزيد القدرة على التفكير ولا ينشط العقل أكثر من الحد الطبيعي. الإكثار من الفيتامينات لا يجعل الطفل أكثر ذكاء، إنما يساعد في جعله أكثر ذكاء ما يتناول من طعام متوازن وخضار غنية بكل الفيتامينات والمغذيات الضرورية إلى جانب غيرها. في ألمانيا يتحرك الأطباء ورجال التربية والتعليم في حملة جعلوا عنوانها إنقاذ أطفالنا من تشوه أجسامهم. هل الأطفال في ألمانيا معرضون لتشوه أجسامهم؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف ولأي سبب؟ أم أن وراء هذا الشعار أمرا آخر لا علاقة له بتشوه أجسام الأطفال؟ صبرا يا سيدتي، لأن الله مع الصابرين. تفضل. الحملة المشار إليها جاءت بعد نشر دراسة استمرت سنتين وشملت أكثر من ربع مليون طفل أعمارهم بين 5 و15 ومن مختلف أنحاء البلاد. الغاية من الدراسة كانت إعداد تقرير عن مخاطر الحقيبة المدرسية الثقيلة. هذه ملاحظة لفتت نظري منذ وقت طويل. لماذا كانت كل الكتب التي يحملها التلميذ يوميا إلى مدرسته أقل مما يحمل التلميذ اليوم؟ علما أن الدراسة في الماضي كانت أكثر تركيزا وربما أكثر عمقا ولو لم تركز على التخصص. لن تجدي جوابا دقيقا ووحيدا لسؤالك هذا يا سيدتي. الآراء كثيرة والنظريات المطروحة أكثر وأكثر. خبير يقول إن مواد الدراسة صارت أكثر، وخبير آخر يقول إن الغاية من كثرة الكتب في الموضوع الواحد هي تزويد التلميذ بمصادر للمعرفة أكثر، وخبير رابع أو خامس أو عاشر يقول إن الغاية هي التركيز على وقت التلميذ في المدرسة وعدم تكليفه أعباء المذاكرة في البيت. المهم أن تشرح لي الآن ما أشرت إليه عن الحملة التي يقوم بها الأطباء ورجال التربية والتعليم في ألمانيا. سأحاول أن ألخص لك أبرز ما ورد في تلك الدراسة التي أوجبت تشكيل لجنة تهيئ للحملة المذكورة. تفضل يا جهينة. تقول تلك الدراسة إن ابن 10 سنوات حين يحمل 4 كيلوغرامات من الكتب يوميا ذهابا إلى المدرسة وإيابا، فإن ذلك يعادل أن يحمل شاب في 30 من عمره جسما ثقيلا وزنه ما بين 12 إلى 15 كيلوغراما. إنه وزن ثقيل متعب بطبيعة الحال.
مخاطر هذا الوزن تصبح كبيرة لأن جسم الصغير لا يزال لدنا وفي طور النمو، وثقل الوزن يؤثر في نمو طوله، كما ثبت أنه يسبب انحناء الظهر، وانحناء الظهر يا سيدتي يتحول إلى تشوهات ينجم عنها أمراض كثيرة. تقول الدراسة أيضا إن نسبة المصابين بانحناء الظهر وتقوس العمود الفقري مع ما يرافق ذلك من أمراض كثيرة قد زادت في ألمانيا بنسبة تبلغ 12% عما كانت عليه قبل 50 سنة. هذا موضوع لا يعني الألمان فقط، فظاهرة كثرة الكتب وزيادة وزن الحقيبة المدرسية تكاد تكون عامة في العالم كله. ولدي خبر آخر صغير عن وزن ما يحمله رجل البوليس البريطاني حين يكون في مهمة. كل آذان مصغية لما تقول، تفضل إن سمحت. رجل البوليس في لندن يحمل حين يكون في مهمة دورية مثلا أو مطاردة ما وزنه 9 كيلوغرامات من السلاح والذخيرة والكلبشات والدرع الواقي والتلفون وغيرها. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأمان الفقي، إخراج خليفة الجيماز. إذاعة دولة الكويت. جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ حدثتك سابقا عن طبيب أمريكي من أصل صيني اسمه باتريك سون شونغ. تقول المعلومات إنه أحدث ثورة في معالجة مرض السرطان، هل تتذكرين ذلك يا سيدتي؟ طبعا يا جهينة، كان الخبر منذ أيام، وأنت في كثير من الأحيان تسألني عن أخبار تناولناها قبل أشهر أو سنوات. صحيح، وأنا أعرف أنك تتمتعين بذاكرة قوية، لكنني أحببت أن أبدأ اليوم بهذا الباحث المشهور جدا في أمريكا بسبب اكتشافه الكثير مما يتعلق بمعالجة السرطان. حسنا، ها أنا مصغية لكل كلمة تقولها، ويبدو أن لديك الكثير تقوله عن هذا الباحث الطبيب في مرض السرطان. حين سألتني يوم أمس عما يمنع التوسع في معالجة السرطان ما دامت الأدوية متاحة، قلت لك إنها أطماع شركات صناعة الدواء في الدرجة الأولى.
هي تعتبر أن من حقها تحقيق الأرباح الطائلة مقابل ما بذلت من أموال في إجراء البحوث والتجارب. ما علاقة كل هذا بما نحن فيه يا جهينة؟ أرجو أن توضح لي الأمر كي أستوعب بسرعة ما تقول. نعم، ما علاقة كل هذا بالدكتور باتريك سوون شيونغ؟ لا يمكن أن نتحدث عن أطماع شركات صناعة الدواء دون أن نتحدث عن العلماء حين يبتكر واحدهم دواء جديدا. إنه يطالب بحصة كبيرة من الأرباح والعائدات، ولن نناقش هنا إن كان ذلك من حقه أم لا. أعود إلى هذا الباحث المعروف. حسنا، أرجو أن تطلعني على كل ما لديك عنه من المعلومات إن سمحت. يعتبر هذا الطبيب أغنى طبيب في أمريكا. إنه يمتلك ثروة تقدر ب12 بليون دولار. تصوري 12 ألف مليون دولار، لأنه بعد أن حقق نجاحا كبيرا في مجال الطب ومعالجة السرطان دخل مجال المشاريع التجارية والصناعية. ولكن ماذا تريد أن تستدرك بعد كل هذا الذي قلته يا جهينة؟ إنه ينفق القسط الأكبر من ثروته في أعمال خيرية. صحيح إنه أغنى طبيب في العالم، ينفق مبالغ طائلة جدا في تمويل وتطوير كل مستشفيات الأطفال، كما ينشئ مستشفيات جديدة للأطفال في العديد من الولايات الأمريكية. هذه ميزة ألحظها في الكثير من أثرياء العالم، خاصة أولئك في أمريكا، التبرع السخي للمؤسسات الخيرية، أليس كذلك؟ تقول المعلومات أيضا إنه ينفق أموالا طائلة في مشاريع ومؤسسات تبحث دوما عن حلول لمشكلة ارتفاع كلفة الاستشفاء. قلت إنه أغنى طبيب في العالم، فهل لديك فكرة أو معلومات محددة عن ثروات غيره من الأطباء؟ سأزودك فيما بعد بلوائح عن أغنى 15 طبيبا في أمريكا. لقد أعلنت هذه اللائحة قبل أيام قليلة فقط. منذ القديم قال العرب شعرا: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. نعم، وهذا يدل على أن القدماء قد عرفوا أهمية الصوت، وأن بين الأصوات ما يدعو إلى العشق والمحبة، وبالتالي هناك أصوات تدعو إلى النفور والجفلة، أليس كذلك يا سيدتي؟ بلى يا جهينة، هذا صحيح، وأنا أؤمن بأهمية الصوت ونبرة الصوت في خلق مشاعر تقارب أو نفور بين الناس. ماذا لديك بعد من المعلومات التي تريد اليوم إطلاعي عليها؟ يتدرب المغني والمطرب ليس دوما ليمرن صوته، بل لتحويل الصوت إلى ما يشبه الموسيقى. وتبين نتيجة دراسات مكثفة في العديد من البلدان الأوروبية والجامعات أن الصوت يلعب دورا أساسيا في طلة المرء التي نقصدها حين نقول كاريزما. الذي أعرفه يا جهينة أن الكاريزما تنحصر في عيني المتكلم وطريقة نظره إلى الآخرين، لكنك تقول الآن أو تربط الكاريزما بالصوت، فهل من معلومات جديدة لديك اليوم تثبت أن الصوت هو ما يخلق الكاريزما؟ صحيفة وول ستريت جورنال تقول في أحد أعدادها الأخيرة من خلال مقال عن الإدارة والإداريين إن مجموعة من العلماء انتبهت مؤخرا إلى قوة الكلمة المسموعة في أثناء العمل على دراسة مكونات الكاريزما وما إذا كان من الممكن خلقها في شخص لا يمتلكها بشكل طبيعي. كلامك يعني يا جهينة أن في الإمكان أن يتدرب امرؤ ليصبح صاحب كاريزما. هذا موضوع مثير ولافت بشكل كبير، لابد أن يسعى كل صاحب سطوة ونفوذ
وكل من يشغل منصبا يتطلب منه الاحتكاك بالناس. أقول لابد أن يسعى كل إنسان للتدرب من أجل اكتساب تلك الكاريزما، أليس كذلك؟ بلى يا سيدتي، يقول علماء الأصوات إن الصوت يلعب دورا أساسيا في تكوين شخصية صاحبه، لأن صاحب الصوت الجذاب والدافئ وصاحب النبرة المحببة يمكنه أن يقيم علاقات اجتماعية ناجحة، وبالتالي يمكنه التعامل ماليا واقتصاديا بسهولة مع الآخرين، لأن صوته يوحي بالثقة والاطمئنان، وإن كان سياسيا فهو يضمن سيطرته على جماعته والمستمعين إليه. يبدو أنه موضوع بالغ الأهمية، حيث إنه أوجد علماء متخصصين يعكفون على دراسة الصوت وتحليله. كبار الساسة والقادة في العالم يشتركون في نبرة صوت محددة، دلت الدراسات أنها نبرة تؤثر في عقول وعواطف المستمعين وحجم استجابتهم لما يقول صاحب ذلك الصوت، بل أكثر من ذلك كما تبين نتائج الدراسات حول هذا الموضوع، فإن الصوت أداة إقناع نادرة ومؤثرة. لقد لفت نظري اليوم يا جهينة إلى وجوب ملاحظة أصوات من نحتك بهم ونتحدث إليهم كي أقيس مدى علاقتي بهم بالنسبة لأصواتهم. خبير تحليل الأصوات في جامعة كاليفورنيا الدكتور روزاريو سينوريليو يقول بإمكانية التحكم بالصوت وتعلم بعض النبرات. انتبهي يا سيدتي، نعم، بعض النبرات وليس بعض العبارات، وأن لا علاقة للكاريزما بدرجة ارتفاع أو انخفاض الصوت. جيل الشباب اليوم لا يميل إلى تناول الفول في طعامه، ويستعيض عنه بالساندويتش والأطعمة الجاهزة وما نسميه باللغة الإنجليزية جانك فود، أليس كذلك يا سيدتي؟ بلى يا جهينة، مع أن الآباء والأجداد كانوا يقولون إن الفول مسامير الركب للتدليل على فوائده الصحية، أفهم من كلامك أن الخبر لديك اليوم عن الفول ومسامير الركب، تفضل بكل ما يتوافر لديك من المعلومات، وها أنا مصغية لما تقول. إن سألنا أحدهم لماذا لا يتناول الفول في طعامه، وإن تناول منه فكمية قليلة جدا وعلى فترات زمنية متباعدة، لكان جوابه السريع إن الفول يسبب النفخة، أو أنه لا يحب الفول على اعتبار أن تناول الساندويتش أسرع. عادات الأكل تتغير يا جهينة بقدر تغير البيئة والمحيط، لا نستطيع إجبار أبنائنا على تناول الفول وقد نشأوا على عادات مختلفة. المهم الآن أن تشرح لي ما هي المعلومات المتوافرة لديك عن الفول، ولو لتنشيط الذاكرة. الفول يا سيدتي بالنسبة لخبراء التغذية في العالم كله وليس في البلدان العربية وحدها، هو جوهرة مصغرة من الناحية الصحية، وأكثر من ذلك بل والأهم من ذلك كله أن الفول يساعد كثيرا في خفض الوزن، في التخلص من الوزن الزائد. نعم، من يريد أو تريد أن تتخلص من الوزن الزائد عليه أو عليها أن يجعل الفول على قائمة طعامه مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. عظيم، الفول إذن مفيد في التخلص من الوزن الزائد، ولكن كيف؟ هل يمكن أن تشرح لي العملية ولو باختصار ودون الدخول في متاهة المصطلحات الطبية الدقيقة والتخصصية؟ نعرف أن الفول غني جدا بالألياف الفايبر، وأن هذه الألياف تساعد كثيرا في حركة الأمعاء، لكنها من ناحية أخرى
تعطينا الإحساس بالشبع. هذا صحيح. وهذا وحده أي الإحساس بالشبع يحد من تناول المزيد من الطعام ومن الكالوري طبعا. ماذا بعد؟ هل من تفاصيل أخرى غير ما ذكرت حتى الآن يا جهينة؟ ليس ضروريا تناول الفول المدمس بالشكل التقليدي الذي تعودناه، بل يمكن إضافته بعد سلقه طبعا إلى طبق البيض المقلي المخفوق أو إلى طبق الباستا أو رشه على البيتزا. الفول يا سيدتي غني جدا بالبروتين، وبالتالي فهو يمنحنا الطاقة كما يقول الخبراء والباحثون في كلية الصحة التابعة لجامعة جونز هوبكنز المعروفة. وأكثر من ذلك، فإن الفول يساعد الجسم على إبقاء معدلات سكر الدم ثابتة غير متأرجحة، وهذه الحالة بدورها تجعلنا نحد أو نقلل من تناول السكر في طعامنا وشرابنا. في اعتقادي وبناء على المعلومات التي نتناولها في برنامجنا هذا، علينا أن نحصل على الغذاء المتوازن، أي القليل الوحدات الحرارية الكالوري والغني في الوقت نفسه بالمغذيات من فيتامينات ومعادن وغيرها. نعود إلى موضوع الفول، والأطباء في الخارج ينصحون مرضاهم والناس جميعا بتناول الفول ولو مع أطباق أخرى مبتكرة. أنا معك بإمكانية تناول الفول مع أطباق أخرى كثيرة، وعلينا أن نتذكر أن الفول مسامير الركب، إنها قاعدة يجب تطبيقها. هل تتعاملين كثيرا مع الكمبيوتر أو التلفون النقال الذي نسميه التلفون الذكي سمارت فون؟ وهل يوجد أحد اليوم لا يتعامل مع هذا أو ذاك على الأقل، إن لم نقل مع الاثنين وأكثر بحسب طبيعة عمله طبعا؟ سؤالي يا سيدتي هو تمهيد كي أحذرك من المخاطر المترتبة على ذلك، وهي مخاطر اجتماعية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات وقضايا معقدة، عدا المخاطر الصحية التي يحذر الأطباء دوما منها. يا لطيف، ما هذا السيل من المشكلات والتحذيرات بل والمخاطر التي تتحدث عنها يا جهينة؟ خيرا إن شاء الله، وأرجو أن تطلعني على أي معلومات متوافرة لديك تشرح فيها هذا الذي تقوله الآن. مواقع التواصل الاجتماعي تتوافر فيها كميات هائلة من المعلومات الشخصية، وبناء على هذه المعلومات يتولى خبراء في علم النفس التحليلي دراسة ما فيها، ويتوصلون إلى تحليل شخصية أي إنسان، فيعرفون ميوله الفكرية والاجتماعية والسياسية والدينية أيضا، ويعرفون علاقاته حتى الزوجية وأيضا. لحظة من فضلك يا جهينة، وكما يقولون في مصر حبة حبة، هل هذا الذي تقوله استنتاجك الشخصي أم هو من مصادر لها شيء من الاطلاع والمعرفة؟ هل سبق لي في برنامجنا هذا أن قدمت رأيا شخصيا؟ طبعا لا، ما أنقله إليك الآن يا سيدتي هو من مصادر موثقة. وعلى سبيل المثال، فالأستاذ المساعد في جامعة جونز هوبكنز الدكتور مارك دريتس الذي يرأس فريقا من الباحثين في مهمة الإفادة من بيانات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل غايات صحية، يقول إنها يمكن أن تسهم في دعم أبحاث تتعلق بالصحة العقلية لصاحب تلك البيانات أو المعلومات. لا أرى كيف يمكن أن تصبح عبارات ومعلومات متفرقة على فيسبوك مثلا أو تويتر أو غيرها وسيلة تدعم أبحاثا تتعلق بالصحة العقلية لصاحب تلك البيانات. ولا أنا أرى في الوقت الحاضر كيف يمكن أن يتم ذلك،
لكنني أعرف أن علماء النفس والخبراء لديهم وسائل وقواعد لا يعرفها عامة الناس من غير الأخصائيين. هذه معلومات مذهلة يا جهينة، فهل لديك المزيد منها كي تتوضح الصورة أكثر؟ هناك تطبيق اسمه The Smartens يحلل نفسية المرء بناء على الكلمات الواردة في أي تعليق له أو جواب أو رسالة، حتى ولو كان يعلق مازحا على جمال عارضة أزياء مثلا. ولقد احتج كثيرون على هذا التطبيق قائلين إنه يتيح لبعض مستخدميه استغلال الحالة النفسية السيئة لدى شخص ما من أجل تحقيق مآرب شخصية خاصة. ومع ذلك أعني يا سيدتي، ومع ذلك ماذا تريد أن تضيف يا جهينة من هذه المعلومات المذهلة؟ نجح الباحثون في شركة مايكروسوفت في تطوير تطبيق قادر على التنبؤ باحتمالات إصابة الشخص المعني بالاكتئاب، وقد بلغت الدقة فيه 70%. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأمان الفقي، إخراج خليفة الجيماز. إذاعة دولة الكويت. جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ هل لديك فكرة يا سيدتي عن أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان؟ أتذكر أني قرأت خبرا قبل مدة يقول إن مدينة سان باولو هي الأكثر ازدحاما. كان هذا قبل أكثر من عامين، ولا أعرف إن كان ذلك صحيحا أم لا. كلا، إنه خبر غير دقيق، ربما كان مبنيا على تقديرات ليس أكثر، ليس على إحصاءات. حسنا، لو سألتك عن أي المدن أكثر ازدحاما فماذا يكون جوابك يا جهينة؟ الأخبار في هذا الموضوع تتغير، وخاصة في العالم الثالث. الخبراء يقولون إن الهجرة من الريف إلى المدينة كبيرة جدا في بلدان العالم الثالث، في آسيا وأفريقيا وبلدان أمريكا اللاتينية. ولهذا فإن عواصم الغرب لم تعد هي الأكثر ازدحاما بالسكان كما كانت في السابق. أعتقد أن لندن كانت الأكثر ازدحاما في العالم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت هناك بين المدن الأكثر ازدحاما باريس ونيويورك وبرلين وموسكو. أما اليوم، أعني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،
فقد تغيرت خريطة المدن الأكثر ازدحاما وتراجعت لتحل محلها مدن أخرى. حسنا، أرجو أن توضح لي آخر التطورات في هذا المجال إن سمحت. المقارنة بين العام 1946 والعام 1996، أي خلال 50 سنة، في المرتبة الأولى كانت لندن، أما اليوم فهي مكسيكو سيتي، وفي المرتبة الثانية كانت نيويورك، أما اليوم فتحتل المرتبة الثانية مدينة القاهرة، وفي المرتبة الثالثة قبل 50 سنة كانت طوكيو، أما اليوم فهي شنغهاي في الصين، وكانت برلين عاصمة ألمانيا تحتل المرتبة الرابعة، أما اليوم فتحتل المرتبة الرابعة مدينة مومباي في الهند. كانت كلها مدن أوروبية، أما اليوم فهي مدن آسيوية أو في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. نعم يا سيدتي، كانت موسكو تحتل قبيل 50 سنة المرتبة الخامسة بين المدن الأكثر ازدحاما في العالم، أما اليوم فطوكيو تحتل المرتبة الخامسة، كانت شنغهاي في المرتبة السادسة، أما اليوم فتحتل مدينة كالكاتا تلك المرتبة، وفي المرتبة السابعة كانت شيكاغو، أما اليوم فهي عاصمة الصين بكين، وفي المرتبة الثامنة كانت لينينغراد، فحلت محلها سان باولو، وكانت أوساكا التاسعة، وحلت محلها سيول عاصمة كوريا، وفي المرتبة العاشرة كانت باريس، ولا تزال عاصمة فرنسا في المرتبة العاشرة، وهي المدينة الوحيدة التي حفظت ترتيبها. هل حدث لك في يوم من الأيام أن كنت وحدك في مكان ما أو في الخلاء بعيدا عن الآخرين، وسمعت صوتا تتخيلين معه أن أحدا ما يناديك باسمك؟ أكثر من مرة يا جهينة، كلما سمعت مثل هذا الصوت أو خيل إلي أني أسمعه أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأتلو آيات من القرآن الكريم. هل لديك تفسير لهذه الظاهرة؟ أعني ظاهرة الأصوات. هناك تفسيران، الأول يقوم على أساس علمي ولكن ليس إلى درجة مقبولة من التوضيح، مؤداه أن أذن الإنسان لسبب ما تلتقط موجات صوتية من الفضاء المحيط بنا، فيخيل للمرء أنه يسمع صوتا يناديه. هل تعني أن ذلك مجرد وهم؟ حتى ولو تكرر سماعي الصوت الغامض، كيف بالله عليك؟ العلماء أو بعضهم على الأقل يقول إن هذا خداع سمع، مثلما نعرف عن خداع النظر. حسنا، هذا تفسير، فما التفسير الثاني إن سمحت؟ في حالات نفسية أو روحية معينة قد تلتقط الأذن موجات صوتية لا تسمعها في الظروف العادية، مثل جهاز الراديو تعبثين بالمؤشر فيه وصدفة تسمعين صوتا واضحا جدا، ولما تعيدين المؤشر إلى حيث النقطة التي سمعت عندها ذلك الصوت تكتشفين أن الصوت غير واضح وغير مفهوم أيضا. الأمر مختلف هنا يا جهينة، في الراديو نعرف أن مصدر الصوت هو الموجات التي يحفل بها الفضاء، ولكن ما هو مصدر الصوت الذي نسمعه أو يخيل إلينا أننا نسمعه، خاصة حين نكون وحيدين؟ إنه ليس صوتا تحمله الذبذبات أو الموجات الصوتية كأي صوت آخر، بل هو صوت نسمعه دون أن يخترق الأذن ويلامس عصب السمع، نسمعه بطريقة أخرى. بعض العلماء يقول اليوم إننا نتلقاه من عالم ما وراء الطبيعة، وكلمة عالم ما وراء الطبيعة تعبير عن عالم الأرواح. التعبير الأول يستخدمه العلماء، والتعبير الثاني
يستخدمه المؤمنون بوجود عالم أرواح. إنها أصوات من عالم كائنات لا نراها، وليس لدينا برهان ملموس على وجودها سوى الإيمان. إنها كائنات يمكن أن نسميها الأرواح أو الجن أو العالم الأثيري. نختلف في التسميات إلا أن النتيجة واحدة. على أي حال، كلامك يا جهينة يذكرني بأشياء كثيرة، ولكن قبل ذلك، هل تؤمن أنت بوجود عالم الأرواح أو عالم ما وراء المادة؟ إن كنت أؤمن أو لا أؤمن فالمشكلة ليست هنا، بل في مقدار استعدادنا للتعرف على بعض ما يدور حولنا في هذا العالم، بغض النظر إن كنا نؤمن أو لا نؤمن به. العلماء يهتمون بهذا الموضوع ويخصصون الدراسات والبحوث، فهل يجوز أن نكتفي نحن بهز الأكتاف قائلين إن هذا الموضوع لا نقر به لأنه يخالف إيماننا ومفاهيمنا؟ الله يأمرنا أن نتعلم، وقل رب زدني علما. وما دمنا نتحدث عن أمور غير ملموسة وربما يعتبرها البعض من عالم ما وراء المادة، فلدي اليوم خبر آخر قريب منه، ليس عن خداع السمع أو النظر، بل عن الصحون الطائرة. منذ وقت طويل يا جهينة لم نسمع شيئا عن الصحون الطائرة. خيرا إن شاء الله، تفضل بما لديك. في مدينة سيمور في أستراليا، قالت السيدة شيريل كارسليك إنها كانت مع زوجها حين شاهدت صحنا طائرا. تروي هذه السيدة إنها كانت إلى جانب زوجها في السيارة العائدة بهما من حفل زواج في واحدة من الضواحي، حين صرخ طالبا منها النظر إلى حيث يشير بيده. وكم كانت دهشتها حين رأت جسما ضخما مشعا. تقول إنها أدركت منذ أول وهلة أنه صحن طائر. من المرات النادرة أن يرى الصحن الطائر أكثر من شخص في لحظة واحدة. على أي حال، ماذا لديك بعد من المعلومات أو التفاصيل المتعلقة بالصحن الطائر إن سمحت؟ تصوري أن هذه السيدة قدمت وصفا دقيقا لشكل ذلك الجسم الغريب، لنوافذه التي كانت مضاءة، ولصوته الخافت كأنه صوت إبريق من الماء يغلي فوق النار كما قالت. ماذا حدث حين رأى الزوجان ذلك الصحن الطائر يا ترى؟ يقول الزوج إنه أحس بموجة من الذعر تسري في بدنه، فأسرع إلى البوليس، ووجد صعوبة في إقناع البوليس أنه غير مخمور وأنه في كامل وعيه. المهم أن دورية من البوليس رافقته للمكان الذي شاهد فيه ذلك الجسم، فلم تجد شيئا ولا أي أثر على هبوط جسم ثقيل على منطقة تغطيها الأعشاب التي كان يفترض أن تنهرس تحت ثقل وزن الصحن الطائر. لابد أن البوليس اتهم الزوجين إما بالتخيلات والهلوسة أو بتعمد خداع رجال الأمن. هذا أمر طبيعي، البوليس سيظل دوما يتلقى مثل تلك التقارير أو الإفادات، ثم يتبين أنها نتيجة تخيلات فقط. نفترض أن البوليس تقبل رواية هذين الزوجين، فماذا يمكن أن يحدث؟ وكيف يمكن أن نعرف إن كانت الرواية عن الصحن الطائر صحيحة أم لا؟ بعد أن اعتبر البوليس إفادة الزوجين مجرد هلوسة، تلقى اتصالات من عشرات الأشخاص ومن مناطق عدة إلى الشرق من مكان ظهور الصحن أول مرة، وكلها تفيد بوجود صحن طائر هناك. هل تعتقد أو هل يعتقد البوليس أنه الصحن الطائر الأول نفسه أم ماذا؟ ماذا كان تفسير البوليس يا ترى؟ لم يستطع البوليس أن يؤكد هذا أو ذاك،
لأن المكان الثاني الذي ظهر فيه صحن الطائر يبعد لا أقل من 4 ساعات بالطائرة، بينما المدة الزمنية لا تزيد عن 10 دقائق. وهنا غرابة الخبر. هناك خبر طبي مهم، رغم أنه نادرا ما أثير أو لفت نظر عامة الناس. حالة يعرفها الأطباء باسم تلامس الركبتين، أي أنه حين يمشي الإنسان تتلامس الركبتان من الداخل، وفي الحالة المعاكسة تتباعد الركبتان كثيرا فتبدو الساقان مفلطحتين، ونقول باللغة العامية إن الشخص أفكح. ذكرتني يا جهينة بصديقة لي في المدرسة كانت تشكو من احتكاك ركبتيها حين تمشي. على أي حال، يبدو أن هذه الظاهرة تعتبر حالة مرضية أو عاهة، فماذا لديك عنها؟ يقول الأطباء إن شكل العظام والركبتين يتغير مع السن، ويزداد سوءا مع سوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة وعدم العناية الصحية. ويقولون أيضا إن تلامس الركبتين قد يكون مقبولا، ويمكن تخفيف حدته بالرياضة والانتباه وبأمور أخرى تتطلب الاهتمام. وما طبيعة هذه الأمور الأخرى إن سمحت يا جهينة؟ أولا، ليس من خطورة صحية في تلامس الركب عند المشي، إذ المهم أن تعمل الركبتان جيدا وبدون ألم وبدون أعراض غير طبيعية أو تلف أو اهتراء. ولكن يجب أن نعرف أن الركبة تتأثر بالوركين فوقها وبالكاحل تحتها، لهذا يجب الاهتمام بفحص الوركين والفخذين وكذلك الكاحلين. أفهم من كلامك أن السمنة أو أي إصابة تؤثر في الوركين والفخذين يمكن أن تؤثر في استواء واستقامة الركبتين، أليس كذلك؟ طبعا يا سيدتي، لأن ثقل الوركين يؤثر على الركبتين، خاصة إن كانتا على قدر من الضعف أو الاهتراء. لهذا فمن يعاني من تلامس الركبتين عليه أن يتجنب السمنة والوزن الزائد، لأن ذلك يزيد الثقل على الركبتين فتنحنيان أكثر فأكثر، إن للداخل أو للخارج. ولكن ماذا إن لجأ المصاب بتلامس الركبتين إلى عمليات التجميل وتقويم العظام؟ ألا يتخلص مما يعاني؟ تقويم العظام ممكن طبعا، رغم صعوبته وكلفته المرتفعة والزمن الطويل الذي يتطلبه. ولهذا يقول الخبراء إنه غير مبرر بأسباب تجميلية، ولكن يمكن تخفيف المخاطر عن طريق الاحتفاظ باللياقة البدنية وممارسة الرياضة والاهتمام بالتغذية والطعام الغني بالكالسيوم مع عدم زيادة الوزن. وهل تصح هذه الاحتياطات إن كان المرء مصابا بتباعد الركبتين أيضا يا جهينة؟ نعم، أو هذا على الأقل ما يقوله الدكتور جيرهارد موس من جامعة فرانكفورت في ألمانيا. أعتقد أن الخطر في هشاشة العظام أكبر مما هو في تلامس الركبتين، أليس كذلك؟ طبعا يا سيدتي، هشاشة العظام مرض، أما تلامس الركبتين فلا يعتبر مرضا بل تشوها يمكن معالجته أو التعايش معه. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأماني الفقي، إخراج خليفة الجماز.
إذاعة دولة الكويت. وعند جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ الأخبار الطبية من أمريكا تحمل ما يدعو إلى ارتياح المرأة حين تجري فحوصات دورية تتعلق باحتمالات سرطان الثدي. كيف ترتاح المرأة وهي تجري تلك الفحوصات تحت كابوس احتمالات إصابتها بالمرض؟ أعني بكلمة ترتاح أنها لا تتعرض للآلام والعذابات التي ترافق عملية الفحص. هناك أولا الفحص بالأشعة، ولكن هناك الوسيلة المتقدمة التي تعرف باسم ماموغرام، حيث يحدث ضغط شديد ومؤلم على الثدي. أما الطريقة الجديدة فلا تسبب أي درجة من الألم، فضلا عن سهولتها. وما هي تلك الطريقة يا جهينة؟ بل ما هي المعلومات المتوافرة لديك عنها إن سمحت؟ هذا هو الخبر الذي أحب أن أطلعك عليه. تفضل. أطلقوا على الأسلوب الجديد في فحص الثدي اسم أليكساغرام، وتتم بواسطة جهاز يفحص ويسجل شحنات الكهرباء الكيميائية في الجسم عن طريق أقطاب كهربية تثبت حول الثدي وتحت الإبطين وفي راحة اليدين. كيف تعمل هذه الأقطاب الكهربية يا ترى؟ أعني ما هو الأساس العلمي لعملها؟ نعرف في العلوم أن الخلية الحية تنشطر إلى نصفين ينموان حتى يكتمل كل نصف إلى خلية ناضجة، فتعود هذه مرة أخرى إلى الانشطار وهكذا. نعم. كل خلية حية تطلق حين تنشطر شحنة كهربائية دقيقة جدا تسجلها الأجهزة وتعرف حجمها، إلا الخلية السرطانية فإنها تنشطر بسرعة غير طبيعية تولد شحنة كهربائية أصغر وأضعف. هل تسجل الأجهزة حجم تلك الشحنة فتعرف أي الخلايا مصابة بالسرطان؟ حين يسجل الجهاز وجود خلية تطلق شحنة ضعيفة يعرف أنها سرطانية، فينقل المعلومات ويحدد موقع الخلية المصابة بدقة تصل إلى جزء واحد من 10,000 جزء من المليمتر، وينقل الجهاز تلك المعلومات المحددة إلى كمبيوتر يتولى بدوره تقدير المخاطر واحتمالات تطور الورم الخبيث، ويعد تقريرا مطبوعا يحوي كل شيء مع تقدير المدة بين مرحلة وأخرى من مراحل المرض. مما لا شك فيه أن مثل هذا التقرير يساعد الطبيب كثيرا في تعيين نوعية العلاج وجرعات الدواء وغير ذلك. هذا أمر طبيعي كما يقول الخبراء الأمريكيون مع الطريقة الجديدة في الفحص أليكساغرام. بعد أن تضعف عضلات الجسم فهل يمكن أن تعود إلى قوتها السابقة بواسطة التغذية الجيدة أو بواسطة التمارين الرياضية؟
هذا السؤال حير العلماء والباحثين والأطباء طويلا. حين يحتار الأطباء يعمدون إلى التجارب والاختبارات، فهل تريد القول إن لا تجارب أجريت في هذا الموضوع؟ كلا يا سيدتي، التجارب كثيرة، إلا أن النتائج والتقديرات كانت دوما تبدو متناقضة أو مختلفة. العمر يلعب دورا، والحالة الصحية تلعب دورا، ونوعية التمارين الرياضية تلعب الدور الأكبر أيضا. ثم الأكثر غرابة كما يقول الدكتور ويليام براون من نيويورك، أن وقت ممارسة الرياضة يلعب دورا إن كانت تلك الممارسة في الصباح أو المساء مثلا. المهم أن نعرف إن كانت ممارسة الرياضة يمكن أن تعيد العضلات الضعيفة إلى قوتها التي كانت عليها في السابق. ليس تماما يا سيدتي، النتيجة التي تم التوصل إليها هي أن ممارسة الرياضة تعيد بعض القوة إلى العضلات الضعيفة، لكنها تعيد كل قوتها السابقة. التقديرات أنه أمكن استعادة لا أقل من 30% من قوة العضلات. أما موقع العضلات المستفيدة من الرياضة فيعتمد على نوعية التمارين، وهناك إجماع أن المشي هو الأفضل والأسهل منالا والمتاح في كل وقت خاصة لكبار السن. هل من معلومات محددة في هذا الموضوع؟ أعني هل لديك معلومات أكثر تحديدا وتوضيحا لما تقول؟ نعم، أجريت تجربة مع 32 رجلا تراوحت أعمارهم بين 70 إلى 79 سنة، فمارسوا رياضة ترمي إلى تقوية عضلات الذراعين والساقين استمرت 3 أشهر كاملة، وتبين نتيجة عملية التقييم أنهم جميعا اكتسبوا قوة في عضلاتهم لم تكن موجودة قبل بدء التمارين الرياضية. صحيح أن الفائدة لم تكن متساوية للجميع، لأن هناك عوامل في جسم كل واحد منهم تختلف عن العوامل في جسم شخص آخر. المهم أنهم استفادوا بشكل واضح. هذا الخبر يشكل دعوة إلى ممارسة الرياضة دون أي اعتبار للسن أو حتى للحالة الصحية. نعم، شرط ألا يكون الوضع الصحي مستعصيا أو يمنع التحرك والرياضة. يقول التقرير الذي نشر عن التجربة المشار إليها إن الذين طبقت تلك التجربة عليهم تخلصوا جميعا من حالة ضعف العضلات التي طرأت عليهم خلال 40 سنة الماضية. لو افترضنا أن فلانا من هؤلاء في 75 من عمره، وحين نحسب أنه تخلص من حالة الضعف التي حصلت له خلال 40 سنة الماضية، فتكون النتيجة أنه يعود بقوة ابن 35، أليس كذلك؟ بلى يا سيدتي. ويقول التقرير إن أفضل برنامج رياضي لكبار السن إلى جانب المشي هو رفع الأوزان. انتبهي، ليس رفع الأثقال كالرياضيين المحترفين، بل رفع الأوزان. ويقول الدكتور ويليام إيفانز، لا أعني أن الرياضة تجعل المرء يعيش 120 سنة مثلا، بل إنها تساعده ليعيش سنوات شيخوخته بصحة جيدة لا يعكرها المرض البدني أو العقلي كالخرف مثلا. البعض يشتري كتابا لأنه يريد ذلك الكتاب من أجل موضوعه أو لاسم المؤلف، وقلة من الناس تشتري كتابا لعنوانه فقط. أنا أختار ما أشتري من كتب، إلا أني تورط يوم لفت نظري كتاب في أمريكا عنوانه لماذا؟ تصوري، كلمة استفهامية هي عنوان الكتاب. وماذا وجدت فيه؟ العنوان يغري أو يخدع أحيانا،
فهل شعرت بعد أن اقتنيت الكتاب أن العنوان خدعك؟ كلا يا سيدتي، فالموضوع طريف وفي الوقت نفسه مثير للتساؤل ويطرح موضوعا مهما للنقاش. هل سأنتظر طويلا قبل أن تطلعني على موضوع الكتاب أو تشرح مضمونه؟ أبدا يا سيدتي، الكتاب يبحث في حقوق المرأة الأمريكية وفي عملها وظروف عيشها وعلاقتها بالرجل، وكيف ينظر الأمريكي إلى المرأة، وبشكل بعيد جدا عما تظهره الأفلام والروايات والكتب. أرجو أن أسمع منك المزيد يا جهينة لكي ألم بفكرة أوضح عن هذا الموضوع إن سمحت. مؤلفة الكتاب هي ليسي مارج، والموضوع الذي تعالجه يدور حول سؤال واحد تقريبا، هو لماذا المرأة أقل طموحا من الرجل؟ على فكرة، هل تؤمن أنت أن المرأة أقل طموحا من الرجل؟ صيغة السؤال المطروح توحي أن انعدام طموح المرأة أمر واقعي وحقيقي. لماذا هي أقل طموحا من الرجل؟ وكان من الأفضل والأقرب إلى الصواب أن يكون السؤال هل المرأة أقل طموحا من الرجل، وليس لماذا هي أقل طموحا. هل لاحظت الفرق؟ طبعا طبعا يا جهينة، ولكن هل تعتقد أن الرجل الأمريكي يعتبر المرأة هناك أقل طموحا منه؟ في الظاهر نشعر أن الرجل الأمريكي يؤمن بالمساواة، ولكن الممارسة تبين أنه لا يؤمن بالمساواة إطلاقا، والأمريكية تعاني الكثير من الإجحاف، ونسبة النساء اللواتي يبرزن في العمل والحياة قليلة جدا. الكاتبة تستشهد بأقوال عشرات أو مئات من أساتذة الجامعات والخبراء والباحثين، مفادها أن المرأة ليست أقل ذكاء من الرجل، إلا أن الرجل يتحكم بكل شيء ولا يتيح للمرأة ما يعتقد البعض أنها تتمتع به. سبق وتناولنا أخبارا كثيرة تبين كيف أن نسبة حوادث إقدام الرجل على ضرب المرأة وخاصة الزوجة هي أعلى مما في أي بلد من بلدان العالم، وقد لا يصدق الكثيرون ذلك رغم التقرير الذي نشرته مجلة شؤون المرأة هناك قبل أقل من شهرين، وفيه إحصاءات مثيرة تصيب الذين يؤمنون بالعدالة والمساواة في أمريكا بخيبة الأمل إلى حد كبير. المهم أن نعرف يقينا أن المرأة ليست أقل طموحا من الرجل ولا أقل ذكاء أيضا. يعرف الطب أن هناك من يصاب بالنعاس حتى ولو كان في الحمام أو واقفا على قدميه، ويعتبرون ذلك حالة مرضية يمكن معالجتها. أتذكر خبرا تناولناه قبل مدة غير قصيرة عن شخص إنجليزي كان يصاب بالنعاس فجأة فينام ويغفو حتى ولو كان يتحدث مع شخص آخر، في وسط الحديث يغفو. لابد أنك تتذكر الخبر أيضا يا جهينة. طبعا أتذكره، وأتذكر حالات كثيرة مماثلة. ذكرت لك مرة عن لحام دهمه النوم وهو يقطع اللحم بسكينه الكبيرة فبتر إصبع يده، ولقد ثبت بالفعل أنه كان قد غفى وهو يقطع اللحم. هذه حالة خطرة جدا. تصور إنسانا يعمل في مصنع أو في جهاز كهربائي مثلا أو إلكتروني ويدهمه النوم فجأة، لابد أن يصيب نفسه بالأذى. صحيح، ولهذا قلت لك إن الأطباء يعتبرون ذلك حالة مرضية تتطلب العلاج. أشرت يا جهينة إلى أخبار سابقة، فهل من جديد يجعلك تتذكر تلك الأخبار؟ طبعا يا سيدتي، الخبر الطريف في هذا الموضوع يتعلق بولي عهد بريطانيا
الذي يعترف في مقابلة صحفية نشرتها مجلة أمريكية أنه تعلم أن يغفو وهو واقف على قدميه دون أن يلحظ أحد ذلك. هذا مستحيل، كيف يمكن أن ينام واقفا ولا يلحظ أحد من مرافقيه أو حراسه أنه نائم؟ يقول إنه استعان بأحد العلماء المتخصصين بعلم النفس والتنويم المغناطيسي، فدربه هذا على استخدام أسلوب إيحائي لينام ولو للحظات يكسر بها حدة النعاس. وما الذي يجبر ولي عهد بريطانيا أن يفعل ذلك؟ يستطيع أن ينام في سريره حين يشاء. حياة الملوك ليست كذلك، فهو كولي للعهد مجبر على بروتوكول دقيق وصارم، وعليه أن يحضر الكثير من الاحتفالات الرسمية والمقابلات، ويقوم بكثير من الزيارات إلى الخارج، بينما هو يكره تلك الرسميات ويشعر دوما بالنعاس والتثاؤب. أتمنى أن أعرف كل ما يتوافر لديك من المعلومات عن الأسلوب الذي تقول إنه من ابتكار أحد علماء النفس المتخصصين بالتنويم المغناطيسي إن سمحت. صار في إمكانه أن يغفو تماما دون أن يغمض عينيه، ولذلك لا يلحظ أحد أنه نائم في أثناء حفل رسمي أو احتفال، بل وأكثر من ذلك تعلم تحت التنويم المغناطيسي وبالإيحاء أن يمنع نفسه عن التثاؤب حتى ولو تثاءب كل المحيطين به. هذا الموضوع يبين الجانب الفكه والقاسي حين لا يستطيع التثاؤب كالآخرين. الملوك والرسميون يتقيدون بأصول وبروتوكول، يفقد واحدهم معها حريته الشخصية فقط ليرضي الآخرين. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأمان الفقي، إخراج خليفة الجماز. إذاعة دولة الكويت. جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ هل تجدين صعوبة في إقناع الآخرين برأيك أو بما تريدين بغض النظر عما هي طبيعة موضوع محاولة الإقناع؟ من منا لا يجد صعوبة في إقناع الآخرين برأي أو موقف يا جهينة؟ هم أصلا يعترضون عليه ويرفضون. الخلافات في العمل بين الزملاء مثلا، الخلافات في المواقف،
حتى بين العلماء والباحثين، بين البائع والمشتري. حتى لو كنت تريد شراء نصف كيلو جرام من البطاطا، ستجد نفسك في عملية إقناع متبادلة. البائع يريد إقناعك بأن بضاعته جيدة وسعرها معقول، وأنت تريد إقناعه أن يخفض السعر لأن بضاعته ليست من الصنف الأول. وصفك هذا جيد وواضح، لكنك لم تردي على سؤالي. إن كنت تجدين صعوبة في إقناع الآخرين برأيك، بغض النظر إن كان البائع أو زميلك في العمل أو حتى ابنك. طبعا في مواضيع معينة لابد من وجود صعوبة في الإقناع. الحقيقة أني أجد أحيانا صعوبة في إقناع ابني بأمر أحب أن يفعله، ويعترض هو تارة أنه نعسان وأخرى أنه يدرس، وأجد صعوبة مثل غيري من الناس في كثير من الأمور التي تتطلب إقناع شخص أو أشخاص آخرين. ولكن قل لي بالله عليك، ماذا تخبئ وراء هذا السؤال؟ باحثون في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا يقولون إنك إذا أردت إقناع شخص بأمر ما تتوقعين أن يرفضه، فما عليك إلا أن تدبر الأمر ليشرب فنجانا أو فنجانين من القهوة قبل أن تطلبي منه ما تريدين. ما علاقة القهوة بهذا الموضوع يا جهينة؟ افترض أني أريد إقناعه بموقف معين أو برأي ما، فما علاقة ذلك بالقهوة يا ترى؟ أنا أنقل إليك ما يقوله باحثون وعلماء من أستراليا. يبدو أن التجارب التي أجروها وبنوا على نتائجها نظريتهم تلك كانت واسعة، شملت عدة آلاف من الأشخاص، والنتيجة كانت ناجحة بأكثر من 80%. ما هي التفاصيل المتوافرة لديك والتي تقول إن شرب القهوة يساعد في إقناع الطرف الآخر بأمر أو موقف هو أساسا لا يريده ولا يحبذه؟ الدكتور جورج بيدمان من فريق الباحثين يقول إنك تريدين اقتراض بعض المال من شخص تتوقعين أن يرفض أو يبدي الاعتذار، فما عليك إلا أن تعملي ليشرب فنجانا أو فنجانين من القهوة، أي أن الكافيين في القهوة يجعله أقل اعتراضا وأكثر قبولا واستسلاما لما تقترحين أو تطلبين، كما تقول مجلة فوكس المعنية بالعلوم والتكنولوجيا. هذا موضوع طريف، ولا أعرف إن كنت بكلامك هذا تدفع بالمستمعين إلينا إلى إجراء التجربة للتأكد. الدكتور بيدمان يقول إن الزوجة تحصل على موافقة زوجها على أمر ما أو طلب تريده بسهولة أكثر إن كان طلبها بعد تناوله فنجان القهوة الغني بالكافيين طبعا. وها أنت تكمل التحريض بدعوة الزوجات إلى تقديم القهوة لأزواجهن من أجل الحصول على ما يردن. لدى البعض منا عادة تحقير ما لدينا وتعظيم ما لدى الآخرين، خاصة لدى شعوب أوروبا وأمريكا، وهذا البعض يتغافل عن سلبيات الآخرين كما يتغافل عن الإيجابيات لدينا. قولك هذا يذكرني بمثل كنت أسمعه منذ الطفولة يقول كل شيء أفرنجي برنجي، وكلمة برنجي تركية تعني جيد أو ممتاز. وأعتقد أن هؤلاء الذين تعنيهم بكلامك مصابون بعقدة نقص أمام الأجنبي، لكنك لم تقل لي السبب الذي يجعلك تتطرق لهذه النقطة. هل من خبر جديد؟ نعم، إن كان الحديث عن حرية المرأة راح هذا البعض يتحسر ويتحدث عن الحرية في أمريكا أو إنجلترا أو غيرها، وإن كان الحديث عن التعاون ومشاعر الود راح يتحدث عن الآخرين بإعجاب منكرا ما لدينا من خصائص ومزايا.
دون أن يدري هذا البعض بحقائق وتقارير رسمية تتحدث عن نسبة الرجال الذين يضربون زوجاتهم، وعن الأمهات اللواتي يتخلين عن أطفالهن، والكثير الكثير من تلك المشاكل. حسنا، هل لديك خبر محدد تطلعني على تفاصيله يا ترى؟ هو خبر أقرب إلى المأساة. أم أرملة لها ابنة عمرها 9 سنوات وتوأمان ذكور عمرهما 17 سنة، تجبرهما على النوم في الحديقة على مقعد خشبي، ولا تسمح لهما بالنوم داخل البيت الواسع والكثير الغرف. لماذا يا جهينة؟ لابد من سبب. لا أعتقد أن أما تقدم على ذلك دون سبب إلا إذا كانت مجنونة أو ذات نزعة إجرامية لا تعرف معنى حنان الأمومة. يا ساتر. قبل أيام دخلت فتاة اسمها ريتا مركز البوليس في إحدى ضواحي لندن، وقالت للضابط المناوب إنها تستغيث به أن يبعث بها إلى السجن لأنها لا تريد العودة إلى البيت، وبدأ التحقيق وتكشفت القصة والمأساة. خيرا إن شاء الله. ما هي تفاصيل هذه التي تسميها مأساة يا جهينة؟ الأم تجبر أولادها على النوم في الحديقة بدعوى أن من لا يعمل ويكسب ليقدم شيئا إلى البيت لا يستحق النوم فيه، وتقول البنت إنها لا يمكن أن تعمل لأنها أولا لا تذهب إلى المدرسة، ولا تستطيع أن تكسب مالا إلا إذا سرقت أو انحرفت. هذه أم مجرمة، قد نعتبرها والدة هؤلاء الأبناء بيولوجيا، ولكن لا يمكن أن نعتبرها أما تستحق هذا الاسم أو اللقب. إنها مجرمة تستحق السجن. من الطبيعي أن التحقيق استمر وتكشفت خفايا القصة، وأحيلت القضية كلها إلى المحكمة، وتلك الأم لا تزال تصر على موقفها كما يقول محاميها. وفي أواخر شهر يوليو موعد نظر القضية أمام المحكمة. حين تفضل طفلة السجن على بيتها وعلى أمها، لنا أن نتصور قسوة هذه الأم وقسوة العيش في ذلك البيت. والآن ما الجديد لديك يا جهينة بعد كل المعلومات التي تناولناها حتى الآن؟ خبر هو أشبه بالصرعة، ولقد سبق لنا أن قلنا أكثر من مرة إن الأمريكيين شعب يحب الصرعات ويخترع الصرعات أيضا، والطريف أن شعوبا أخرى تقلد الأمريكيين بلهفة. وما عساها تكون الصرعة الجديدة بالله عليك. نفترض أنك في أمريكا. نعم. ونفترض أنك ذهبت إلى مطعم لتناول طعام الغداء أو العشاء وأعجبك طبق معين، استطبت مذاقه أو كان جديدا عليك لم يسبق أن تذوقته، فما عليك إلا أن تطلبي مقابلة الطباخ الشيف كما يسمونه ليشرح لك شفهيا ويسلمك ورقة مطبوعة تحمل وصفا دقيقا لمكونات ومقادير وطريقة إعداد ذلك الطبق. ولكن يا سيدة أخ من كلمة ولكن يا جهينة، ماذا تريد أن تستدرك بعد كل الذي قلته؟ الطباخ اقتطع من وقته الثمين بضع دقائق ليشرح لك ما تريدين، ووقت الطباخ له ثمن وعليك أن تدفع الرسوم المقررة، وطبعا عليك أن تدفعي مقابل الوصفة المطبوعة، وقد تكون مزينة بالرسوم والألوان أيضا إن أحببت الحصول عليها احتياطا للمستقبل. وهل الرسوم كبيرة أم أنها مقبولة يتحملها جيب الإنسان العادي؟ هنا المشكلة. الرسوم حتى للطبق العادي للطبخة العادية ليست واحدة، بل تزيد أو تنقص بحسب المطعم وبحسب شهرة الطباخ. الطباخ جراهام جير في أحد أشهر فنادق ولاية فيرجينيا يتقاضى $300
مقابل وصفة بسيطة نسبيا تصل إلى 500 دولار لوصفة مستحدثة أو صعبة. ولوفغانغ بوك من دالاس يتقاضى ما بين 200 و300 دولار للوصفة الواحدة. إذن الطباخ الماهر والمشهور أو الذي يعمل في فندق أو مطعم مشهور قد يصبح من أصحاب الملايين إن كان إقبال الزبائن للتعلم على يديه كبيرا. نعم، الطباخة جوليا تشيلد تتقاضى 350 دولار لوصفة اشتهرت بها هناك، تتكون من البطاطا واللحم وبعض الأعشاب والخضار الطازجة. ومع انتشار هذه الصرعة في معظم الولايات الأمريكية توسع البعض في الصرعة نفسها. بأي معنى يكون التوسع في الصرعة هذه التي تدور حول وصفات الطبخ وإعداد أطباق الطعام؟ بعض الطباخين يقيم دورة تدريبية أو تعليمية تضم ما بين 5 إلى 10 أشخاص، وذلك لتصبح التكلفة على الفرد الواحد أقل. والملاحظ في الموضوع أن الرجال أكثر من النساء إقبالا على تعلم وصفات الطبخ وإعداد الأطباق. الخبيرة روث جيكوبس تقول إنها لم تفاجأ حين اكتشفت أن الرجال والنساء لا يرون حين ينظرون في المرآة إلا الأشياء التي لا يحبونها في أنفسهم. لا أعرف كيف يكون الأمر مع الرجال، لكنني أعذر النساء إن طبقنا عليهن هذا القول أو هذه النظرية التي تشير إليها. نفترض وجود امرأة ذات أنف ضخم أو طويل أو بارز بشكل لافت، فهل يمكن أن تقف أمام المرآة وتبدي إعجابها بلون عينيها مثلا دون أن تلحظ حجم أنفها؟ هذا مستحيل يا جهينة. المرأة تتطلع في المرآة لتصلح زينتها أو ترى إن كان فستانها يليق بها ولتصلح ما لا يعجبها. الخبيرة جيكوبس تقول إن الرجال والنساء سواء في هذا الموضوع. المرء يرى الأشياء التي لا تعجبه أو التي لا يحبها، وهذا خطأ كبير ينعكس على نفسية الشخص نفسه. بأي معنى تقول هذا يا جهينة؟ يعني كيف ينعكس ذلك الموقف على نفسية الإنسان؟ نعود إلى المثال الذي أشرت إليه. المرأة ذات الأنف الضخم أو الذي تعتبره مشوها وغير جميل لابد أن تتوهم دوما أن الآخرين ينظرون إليها، إلى أنفها بالذات. هذا صحيح. أعتقد أن المسألة تنحصر في الوهم. قد لا تهتم غالبية الذين يرونها بذلك، أو قد لا يلحظون حجم أنفها، لكنها تتوهم أنهم ينظرون إلى أنفها، وهذا الوهم ينعكس على نفسيتها، فقد تميل إلى الانطواء والابتعاد عن الآخرين، أو أن تصاب بنوع من الوسواس لتظن أن الآخرين يسخرون منها أو يعتبرونها قبيحة. حسنا، ماذا تقول الخبيرة جيكوبس حول هذا الموضوع ما دامت قد لاحظت أن الذين يتطلعون في المرآة إنما يرون الأشياء التي لا يحبونها؟ تقول إنه من الأفضل أن يركز المرء اهتمامه بالأشياء الجميلة أو المقبولة، أعني بالإيجابيات، والسبيل إلى ذلك أن يحسن المرء صورته في نفسه، وذلك عن طريق احترام وتقدير الذات. هذه الخطوة أساسية لنتخلص مما لا نحب لصالح ما نحب في أنفسنا. أنا معك ومع الخبيرة جيكوبس في هذا الموضوع. حين ينظر المرء إلى نفسه باحترام، وحين يركز على الإيجابيات في شخصيته وفي شكله وفي علمه مثلا، فإنه يبدأ يحب نفسه. ونقول في الأمثال: من لا يحب نفسه لا يمكن أن يحب الآخرين. احترام الذات هو المدخل الأساسي لبناء علاقات جيدة مع الآخرين. نعم، احترام الذات
يصحبه حتما الإحساس بالشخصية، وهذه المشاعر تزيد المرأة ثقة بنفسه وتجعلنا أقدر على إبداء رأينا بصراحة ووضوح. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأمان الفقي، إخراج خليفة الجماز. إذاعة دولة الكويت. جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا بك وبأعزائنا المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ في معلومة نشرت في العدد الأخير من المجلة الأمريكية الطبيب والعائلة، أن 30% من المرضى الذين يتطلب علاجهم اللجوء إلى الجراحة يرفضون ذلك، وقد يخترعون أي حجة لتجنب العملية الجراحية. فقد يدعي أحدهم أن حالته الصحية تحسنت بالأدوية، ويدعي آخر أنه يخاف الجراحة لأن فلانا مات تحت مبضع الطبيب الجراح. 30% يتهربون من الجراحة يا جهينة، هل كل ذلك بسبب الخوف؟ وهل الخبر لديك اليوم عن هذا الخوف؟ كلا يا سيدتي، الخبر اليوم عن الجراحة، وخاصة جراحة الأعصاب والدماغ وما إليها من الجراحات الدقيقة جدا. خيرا إن شاء الله، أرجو أن تطلعني على كل ما يتوافر لديك من المعلومات إن كانت حول هذا الموضوع أو عن غيره. تقدمت الجراحة كثيرا. أستاذ جراحة الأعصاب في كلية الطب التابعة لجامعة فلوريدا الدكتور فرانك بوفا كان دوما يردد أنه الأفضل أن تفشل عملية جراحية في الدماغ من أن تهتز يد الطبيب الجراح أثناء العملية ولو بمقدار 0.1 ملليمتر. فشل العملية تكنيكيا أمر يمكن تلافيه إلى حد ما، ولكن اهتزاز يد الطبيب يحدث ضررا لا يمكن تلافيه إطلاقا. يبدو أن وراء هذه المعلومة معلومة أخرى أو خبرا طبيا مثيرا، أليس كذلك يا جهينة؟ بلى يا سيدتي، هاجس الخوف من نتائج اهتزاز يد الطبيب الجراح أثناء عملية في الدماغ دفعت هذا الطبيب الباحث إلى ابتكار جهاز جديد يجمع بين طابعة إلكترونية وآلة سكانر ببرمجة وضعت خصيصا لتلك الغاية، تتيح تصوير دماغ الإنسان بثلاثة أبعاد: الطول والعرض والعمق، بدقة لم يسبق لها مثيل،
ليتدرب الطبيب الجراح عليها بشكل يماثل الحقيقة. تصوير دماغ الإنسان معروف منذ بعض الوقت يا جهينة، فما الجديد في هذا الجهاز الذي تتحدث عنه يا ترى؟ الجهاز الجديد للتدريب بلغ حدا يعطي الطبيب الكثير من الثقة حين يعرف تماما البقعة التي يعمل مبضعه فيها. ويؤكد الدكتور يوفا أن هذا الجهاز الذي وضع في الخدمة كما يقولون يتيح للطبيب المتدرب أن يقوم بجراحة في الدماغ بدون أخطاء بالمرة، لأن ثقته بخبرته وما تدرب عليه تمنع أي اهتزاز في يده مهما كان صغيرا وبسيطا. تقول إن الخطر يحدث إذا ما اهتزت يد الطبيب ولو بمقدار جزء واحد من 10 مليمتر، فما أوجه تلك المخاطر يا جهينة؟ أنقل إليك ما يقوله أستاذ جراحة الدماغ والأعصاب، وقد ذكرت لك اسمه، الدكتور فرانك ووفا، أن أي اهتزاز في يد الجراح يمكن أن يتسبب بنزيف في الدماغ أو فقدان الذاكرة أو الشلل أو الموت العاجل. أعتقد أن تلك الفترة التي ينتقل فيها الطبيب الجراح من التدرب النظري إلى التدرب العملي هي الأخطر، لأنه يترتب عليها إجراء جراحة فعلية ولو تحت إشراف أستاذه. ماذا يخطر في بالك يا سيدتي إذا قرأت أو سمعت أحدهم يتحدث عن 9 مدن في مدينة؟ 9 مدن في مدينة؟ أعتقد أنه عنوان كتاب، وبالتحديد هو عنوان رواية. ربما يتحدث كاتبها عن رحلة له في 9 مدن لها في وجدانه ذكريات جعلته يتصورها كلها في مدينة واحدة. على أي حال، ما طبيعة هذا الخبر بالله عليك؟ ليس هو عنوان كتاب ولا اسم رواية، بل ولا ذكريات كاتب بالمرة، بل هي مدينة حقيقية مبنية من حجارة ومواد بناء أخرى، ومثل أي مدينة أخرى في العالم لكنها مدينة فريدة. هات ما عندك إذن عن هذه المدينة الفريدة إن سمحت، يبدو أن الخبر مشوق وطريف. نعم يا سيدتي، تصوري أنك تسيرين في شارع يذكرك بالشارع 5 في نيويورك، ثم تنعطفين إلى شارع جانبي لتجدي نفسك في شنغهاي الصينية، وإن انعطفت بعد قليل إلى شارع آخر فسوف تجدين نفسك في أحد شوارع لندن الرئيسية أو في ساحة ترافلغار المشهورة. سوف تشاهدين تمثال وينستون تشرشل تماما كما هو في أحد ساحات لندن. تابعي سيرك فقد تجدين نفسك في أحد أحياء مدينة اسطنبول التركية. ما القصة يا جهينة؟ أرجو أن تشرح لي تفاصيل ما تقول، هل هو فيلم جديد أم ماذا؟ بل هي حقيقة، إنها مدينة في الصين، أقرب ما توصف به أنها إحدى ضواحي مدينة شنغهاي، ويقول العارفون هناك إنها مدينة حديثة يقصدها السواح بعشرات أو مئات الألوف يوميا. إنها مدينة غريبة تجتذب السواح بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ كما تجتذب كل من يحب السفر والتنقل بين بلدان العالم. فإن لم تعجبك لندن فإن نيويورك على مسافة 50 مترا ليس أكثر، وقد يدفعك حب السفر إلى زيارة اسطنبول، ولن يكلفك ذلك أكثر من المشي 200 أمتار. تسافرين من نيويورك إلى اسطنبول مشيا على الأقدام خلال 5 دقائق. هذا النوع من السفر والتنقل يستهوي الكثيرين يا سيدتي، وإن أردت ذلك فليس أمامك إلا السفر إلى الصين، وتقصدين مدينة شنغهاي بالذات لتري العجب هناك. إذن هي مدينة واحدة ذات أحياء متعددة، وكل حي يشبه بطراز أبنيته وطرقاته مدينة معروفة
في هذا العالم، ليس مجرد أحياء صغيرة بل مناطق بكاملها، حتى بمطاعمها ومقاهيها ودور اللهو فيها وآثارها المميزة ولباس العاملين هناك. الفكرة مبتكرة ومذهلة أيضا، وهذا يستهوي السواح طبعا. تصوري أن تتنقلي من لندن إلى أسبانيا مشيا على الأقدام أو على البسكليت خلال دقائق قليلة. بمثل هذه الأفكار الخلاقة يجتذبون السواح وينعشون اقتصاد بلادهم. يبدو أن مدنا كبرى في العالم قد حاولت أن تتبع الطريقة نفسها لغايات سياحية طبعا. ويقول المهندس الواقف وراء المشروع الأول والأكبر في الصين إن هذا النمط من المدن السياحية أو تلك التي تعمل على أن تكون سياحية بامتياز سوف ينتشر، وسوف يكون غاية كل من يستطيع تحمل تكلفة الإقامة فيها. مع تقدم العلوم وانتشار وسائل الإعلام وتطور طرائق الحصول على المعلومات، صرنا نعرف ما هي الذاكرة القصيرة الأمد أي القريبة زمنيا، والذاكرة الطويلة الأمد أي البعيدة زمنيا، أليس كذلك يا سيدتي؟ بلى يا جهينة، ونرى هذا في كل واحد منا تقريبا. فهناك من ينسى اليوم ماذا أكل في الصباح أو من قابل اليوم، لكنه يتذكر دقائق وتفاصيل، ما سمع أو قرأ أو شاهد قبل 20 أو 30 سنة. وهناك بالطبع عكس ذلك، من يمتلك ذاكرة قصيرة وقوية ولكنها ضعيفة بالنسبة للماضي البعيد، يكاد ينسى أو نسي بالفعل أمورا مهمة حدثت في سنوات مضت، وينسى كل شيء عن طفولته وشبابه مثلا، لكنه دقيق فيما يتعلق بالحاضر أو بالماضي القريب. المهم يا جهينة، وقد فتحت هذا الباب عن الذاكرة، أن تطلعني على آخر ما لديك كي أرى إن كنت أنا من أصحاب هذا الفريق أو ذاك. أحس أحيانا أني من أصحاب الذاكرة البعيدة، لأني أتذكر الكثير من التفاصيل القديمة. الخبر بسيط يا سيدتي، وهو نتاج بحوث مطولة مفادها أن الذاكرة القصيرة تكون في أحسن حالات الاستيعاب والفهم والتفاعل في فترة الصباح. ماذا تعني أنها تكون في أحسن الحالات؟ هل لديك المزيد من المعلومات أو التفاصيل إن سمحت؟ لنأخذ تلميذ المدرسة مثلا، حين يكون لديه امتحان فمن الأفضل أن يستيقظ في الصباح الباكر ليراجع دروسه، أي أن ينام باكرا كي ينهض باكرا أيضا. أما مراجعة دروسه استعدادا لامتحانات آخر السنة التي قد تكون بعد شهر أو شهرين أو ربما أكثر، فمن الأفضل أن يراجع دروسه في المساء قبل النوم، لأنها تترسخ في ذاكرته أكثر مما لو راجعها في الصباح. على أي أساس تقول هذا بالله عليك؟ أعني ما هي المراجع التي تعتمد عليها في كلامك هذا يا ترى؟ مجلة علمية في ألمانيا وتعتبر من أوثق المصادر هي مجلة Medicine on Psychology، تقول هذا الذي ذكرناه عن أن الذاكرة القصيرة تكون في أحسن حالات الاستيعاب والتفاعل في فترة الصباح. وماذا تقول المجلة عن الذاكرة البعيدة أو الطويلة؟ ومن أين استقت المجلة تلك المعلومات؟ الذاكرة البعيدة وعكس القصيرة، تكون في أحسن حالاتها في المساء قبيل غروب الشمس بساعة تقريبا إلى ما قبل منتصف الليل بحوالي الساعة أيضا. عرفت الآن معنى ما قلته بالنسبة لتلميذ المدرسة، وأعتقد أن هذا ينطبق على الجميع كبارا وصغارا. بالنسبة لمدير شركة كبيرة أو لصاحب متجر صغير أو حتى للشخص العادي، إن قرأت رواية مثلا أو قصيدة شعر في المساء فإنها في الغالب
تبقى في ذاكرتك لمدة أطول كثيرا مما لو قرأتها في الصباح الباكر، كما تقول المجلة المذكورة نقلا عن الدكتور جيرهارد باور من ميونخ. الحقيقة العلمية المتفق عليها لدى الجميع تقول إنه كلما ازددنا علما ومعرفة اكتشفنا كم نحن نجهل. هذه القاعدة أو الحقيقة تجعلنا نتفهم لماذا حين نتعلم نرغب في المزيد، لأننا نريد أن نكتشف ما لا نزال نجهل، وهذا ينطبق على كل شيء في الحياة. يبدو أن لديك خبرا علميا جديدا تحب أن تطلعني عليه. على أي حال، ها أنا مصغية لكل كلمة تقولها، تفضل. الخبر عن طائر الوطواط، واسمه باللغة العربية الفصحى الخفاش. عرفنا أنه طائر ليلي، ونسمع أو نقرأ أنه حين يطير داخل مغارة أو كهف أو في العتمة، ولو داخل غرفة مليئة بالأثاث أو الأشياء الأخرى، فإنه لا يصطدم بها أبدا. نعم، هذه المعرفة أو العلم الذي اكتسبناه تجعلنا نكتشف أننا نجهل كيفية طيران هذا الوطواط، ونجهل كيف يستدل على طريقه. وحين نكتشف ما نجهل نعمل أو يعمل العلماء والباحثون على اكتشاف ما نجهل، وحين نعرف هذا الذي كان مجهولا نكتشف أمورا أخرى لا نعرفها فنسعى وراء معرفتها، وهكذا هو عقل الإنسان الساعي دوما إلى المعرفة. حتى لا أضيع في هذه المتاهة بين الجهل والعلم، أرجو أن تطلعني على ما لديك مما أصبح علما معروفا. الوطواط يا سيدتي حير العلماء لفترة زمنية طويلة قبل أن يكتشفوا سر طيرانه الليلي الدقيق هذا. حسنا، ما عساه يكون هذا السر يا ترى؟ هل عرفت أنت شيئا عنه؟ إلى حد ما نعم، وأنا أنقل إليك ما تقوله المجلة العلمية الأمريكية مايند. ولاحظي يا سيدتي أن كلمة مايند تعني العقل وتعني أيضا التفكير. المهم الآن أن تطلعني على طبيعة الخبر أو المعلومة المتوافرة لديك، والتي يبدو أنها تشكل معلومة يستحسن أن نطلع عليها. لقد استطاع العلماء عبر دراسات متعددة ومطولة وبعد رصد ومراقبة وتسجيل طيران مختلف أنواع الوطاويط في الكهوف والمغاور وفي البيوت المهجورة حيث تستوطن، أو في بيوت عامرة وفي غرفة مليئة بالأثاث وأشياء أخرى كثيرة، فاستنتجوا جزءا بسيطا من حقيقة علمية، وهي أن الوطواط بمجرد أن يدخل في مكان ولو لأول مرة فإنه يرسم خريطة دقيقة لكل شيء فيها، ليس رسما بالمعنى الذي نعرفه نحن البشر، بل بطريقة هو يعرفها، ولهذا فهو يطير بسرعة نقول إنها سرعة الطير دون أن يرتطم بأي شيء مهما كان. ولكن كيف يرسم تلك الخريطة يا ترى لمكان يدخل إليه أول مرة؟ هذا هو السر الأبعد الذي لم يعرفه أحد من الباحثين المعنيين بعد. لقد استنتجوا أنه يرسم خريطة في ذهنه، لكنهم لا يعرفون كيف يحدث ذلك، ومن الأكيد أنهم سوف يبحثون لكي يعرفوا الحقيقة، وبعدها ستظهر أمامهم أشياء مجهولة أخرى. تقول إن الوطواط يرسم خريطة في ذهنه، فهل ثبت أن له ذهنا يا جهينة؟ هل له عقل يفكر؟ طبعا للوطواط ذهن، النملة لها ذهن، كل مخلوق حي له ذهن، ولكنه ليس كما نتخيل أو نعرف. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة
من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم صادق الدبيس وأماني الفقي، إخراج خليفة الجيماز.